بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بقى النهارده الجي اي تي، وربنا ييسر نحاول نخلصه ونخلص الجيم ثيوري. احنا دلوقتي الساعه 9 الا ربع، عايزين مثلا سي على 11 بكتير نخلص الجي اي تي عشان نريح مثلا ربع ساعه كده ونص ساعه، 11 ونص الواحده بكتير نبقى الجيم ثيوري. علشان ايه؟ عشان عندي شغل، احنا كده محتاجين بسرعه، محتاجين نجري بسرعه شويه. فانا مش يعني كروس ايه ده؟ ايه خلاص ما احنا عدينا المراحل بتاعت دي فعلا. بس علشان برضو احنا بدل بنسجل هنحاول ان احنا نقول كلمه كده بس عن كل حاجه علشان اللي يسمع يبقى متابع معايا. دي سودو دايفرتيكلوز، اوسفيجيال سودو دايفرتيكلوز او ميورال سودو دايفرتيكلوز. نعرفها ازاي؟ بالمالتيبل فلاسك شيبد سمول دايفرتيكل دي او انترا ميورال دايفرتيكل. تحصل مع ايه اكتر حاجه؟ مع ايه؟ والكانديدا والريفلكس دي ايه؟ اكاليزي. اني ايه الديفرنشال بتاعها؟ برايمري. دي برايمري، في حاجه اسمها برايمري اكاليزيا يعني اللي هو نتيجه الاجانجليونيك سيجمنت في اللي هو الاسوفج صح؟ والحاجه الثانيه اسمها سكندري اكاليزيا، بنعرفها ازاي؟ بتبقى الجاسترو اسوفجيال جانكشن دي فيها اي ميكوزال ايريجولاريتي او اي شولدرين او اي ابنورماليتي نشك في اكاليزيا، بالذات لو في ايه؟ سكندري اكاليزيا يعني، بالذات لو في ايه؟ كانسر ستومك، كانسر كاردياك، كاردياك يعني كارديو ذا ستومك وانفيدنج اللور اسوفجيال الجاسترو اسوفجيال جانكشن او كانسر لور اسوفجس. كل الحاجات دي تعمل سكندري اكاليزيا ونشك فيها اكتر لو جت الاكاليزيا دي اولد ايج يعني الاونس بتاعه 65 سنه. لا، البرايمري اكاليزيا دي بتيجي في يونج ايج، واحد عنده 30 سنه، واحد عنده، فاهمين قصدي؟ فلو قال لك ده 60 سنه بص على الحته دي كويس جدا، يعني ساعات بتبقى شبهها جدا سكندري اكاليزيا. في حاجات ثانيه زي مثلا شاجرز ديزيز، بس ده حاجه اللي هو بارازيتك انفكشن بحاجه اسمها تريبان وثوما مش عارف ايه كروزي، مش مهمه يعني قوي، بس مهمه في الحته اللي فيها انديميك للشاجرز ديزيز، مش بالنسبه لنا هي او بقى كمان يبقى معاهم على فكره كارديو مايوباثي برضه بتوع الشاجرز دول. الحاجه كمان اللي بتحط ساعات في الديفرنشال حاجه اسمها نيسن فان دوبليكيشن. ايه نيسن فان دوبليكيشن؟ هي العمليات بتاعت ايه؟ بتاعت الريفلكس او الهيتس، الانتي ريفلكس ميجرز دي بيروح شاد الجزء من الاستومك وعامل رابنج حوالين الجسم سوفيجيال جانكشن عشان يخليها تايت شويه فما تمنع الريفلكس ده، ويدي شبه ساعات بيكشر شبه كده هوريكم حاله في الاخر. نيسن دي شبهها جدا. ساعات ناس تحط السكليروديرما، بس السكليروديرما ما بتبقاش كده ليه بقى؟ هي السكليروديرما ديفرنشال عشان دايليتد اسوفجس ماشي، لكن فاتشلس بالظبط ما بتبقاش بقى النروينج والبيرد بيك والقصص اللي احنا حاطينها دي. ماشي. في زينكر دايفرتيكلوم دي فارينجيال دايفرتيكلوم از نوت ايه؟ از نوت اسوفجيال. احنا فوق وبعدين بوستيريور. بوستيريور فارينجيال دايفرتيكلوم از زينكر دايفرتيكلوم. هنا طبعا بيجي ايه؟ بيجي طبعا في الغالب بيقول لك ريجرج اللي اندايجستد رجع الاكل بتاع امبارح زي ما هو، وطبعا ممكن هاليدوزز وممكن حاجات كده. لكن هنا طبعا بتريتين البيليوم بعد ما عدت بقيه الصبغه في الاسوفجس، نلاقي ان الحته اللي فيها دايبرتيكلم دي ريتيننج الايه؟ البيليوم. ممكن حاجه ثانيه تبقى شبه المنظر ده ما يلخبطكمش، هي نفس القصه. ساعات بتبقى موجوده جواها فود بارتيكل، يعني دي برضو زينكر دايبرتيكلم وجواها فيلينج ديفكت بسبب ريتيند ايه؟ فود بارتيكل. هي زينكر دايبرتيكلم دي ايه بقى؟ ليه بقى؟ شاكي وصفي الشاكي وصفي. في الاول بيجي الكانديديزز، الاكيوت كانديديزز يجي بايه؟ لونجيتيودنال فيلينج ديفكتس. النورمال اوسوفجيال فولز از ترانسفيرس، لكن ده يجي بلونجيتيودنال السرز ولونجيتيودنال ميكوزال ابنورماليتيز. وبعد كده طبعا يبتدي يحصل بقى خلاص يتهربت خالص الاوسوفجس، يعمل الشاكي اوسوفجس اللي احنا شايفينه ده. بيجي برضه بكاركترستيك سيمتوم اللي هو الايه؟ ودينوفيجيا. ودينوفيجيا يعني pain with swelling. وبالسايم نلاقي في مونيليزز في الايه؟ في الماوس. وبعدين طبعا بيجي في الامينو كومبرومايز، يعني واحد مثلا لوكيميا وبياخد كيموثيرابي دايبيتك بس عنيف وان كنترول مش عارف الحاجات دي. برضه بيجي اكتر في الابر اوسوفيكس لان هو اساسا ماوس انفكشن، وبيجي بعد كده ابر اوسوفيكس اكستندنج حاد بعد كده الايه؟ اللور اوسوفيكس. ده كانديديزز.
ايه الهيلب سيمبلكس بيبقى ايه؟ شالو سمول انسر بيسموه اكسس السرز. الاكسس السرز دي اي سمول انسر حواليها سمول هالو، سمول هالو اسمها اكسس السرز. دي بتبقى متتميز بالهيلب بيها الهيلب سيمبلكس بالذات في الاسوفجس يعني. اما الجاينت السرز بتبقى موجوده فين؟ سايت ميجالي وال اتش اي بي. سايت ميجالي والاتش اي بي كانوت بي ديفرنشيتد باي امجنج الاثنين عن بعض. ده عيان وهو سوباين وعيان وهو برو نفس العيان بلانس تبقى ايه؟ فاريكوزي فاريكوز او اسوفاجيال فاريسز يعني. اسوفاجيال فاريسز بتتميز بايه؟ برضه لونجيتيودنال فيلينج ديفيكس بقى مش السر، لونجيتيودنال فيلينج ديفيكس تشينج الشيب وذ بوزيشن بالذات في البرون بوزيشن تلاقيها مالت بقت كونجستد لما يقف يبتدي يحصل لها ايه؟ كولابس فما تبانش. ففي البرون بوزيشن بتبان جدا اللي هي اللونجيتيودنال سيرفيجنال فيلينج ديفيكس دي. الديفرنشال دايجنوز بتاعها بقى ايه؟ فاريكويد كارسينوم. فاريكويد كارسينوم في نوع من الاسوفاجيال كانسر بيجي بالشكل ده تعمل اما نفرقها مع بعض ازاي؟ انها مش بتكولابس بقى، الثانيه هتفضل ثابته. عشان كده انا جايب لكم الصورتين مع بعض عشان اقول لكم ان هو ايه؟ بتكولابس. بدل بتكولابس بتبقى مش فاريكويد ايه؟ مش فاريكويد كارسينوم. نوع الفاريسز انتوا عارفينها بقى اب هيل وداون هيل. دي لو هي في اللور اسوفجس هي تبقى ايه؟ تبقى اب هيل، تبقى اب هيل بتاعت الايه؟ بتاعت السيروزز. اما لو هي جت في الابر اسوفجس وده رير اللي تيجي في الابر اسوفجس بسبب اللي بيسموهم داون هيل فاريسز بتبقى بسبب الايه؟ سبير فينا كافل اوبستراكشن. معلش هو في الارض تاني ده على ايه؟ هو الارض يعني الارض السود على حاجه والارض على حاجه؟ مش عارف. لو بيليتد فيلينج ذا فيكس مش مصر بتاعت لا هي فيلينج ديفيكس بس هي فيلينج اقصد اللي تحت بقى دي هي بس شويه حاجات هتلاقيهم مقطعه مقطوعه عند اون شويه حاجات يعني. طيب يا باشا معلش هو ده كده لو جديد كده ايه؟ ده لو مسافرنا الفيلينج لا مش هو ده مش هو سيرفيشن 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 الفيلم الايه؟ اللي كاتب البوزيشن على افلام يعني برون ومكتوبه انا بس مش كاتبها لكن انا معتمد ان هقول لكم يعني هنشرح لا يعني لو هتنزل فيلم بتاعك هيقول لك مثلا ده سوباين برو او مثلا اريكت وهو نايم يعني. طيب طيب ده لارج فيلينج ديفكت بيبقى عباره عن ايه سبب الفيلينج ديفكت ده؟ ده انت سسبشن ده حته من الباول دخلت وفي في اخرها في التيب بتاعتها ماس كبيره دي الليدنج بوينت بتاعت الانترسبشن. هي يمكن هنا مش واضحه عليكم حالات انترسبشن اكتر بس دي اللي هي الاليو اليو ايه الانترسبشن بتيجي في الادلت بتيجي اي انترسبشن يجي في الادلت لازم تدور على الليدنج بوينت. اما الانترسبشن اللي بيجي في التشيلدرن بيبقى في الغالب اليو باث. بيجي الانترسبشن اللي من 6 شهور ل 3 سنين ده تقريبا في الغالب نتيجه زي ما قلنا قبل كده البيرنت باتشز يعني الليمفويد هايبربليزيا وحاجات كده فبيبقى في الغالب مفيش اي ليدنج بوينت. اما في الادلت دور على ليدنج بوينت. من اشهر الليدنج بوينت نتيجه مثلا لايبوما، نتيجه مثلا ميتاستاسيس، نتيجه بوليب، اي بوليب سمول انتستاينال بوليب ممكن بس الجسم تبقى كبيره شويه. بس ممكن الميكلز نفسها ممكن تبقى انفيرت وتعمل ليد بوينت. هو احنا يعني لو دايما بتاع زي دي هنوصف ان هي فين يعني عشان يعني هي دي يمكن الصوره متزومه قوي فمش يعني الاناتومي يعني. ماشي بس يعني لو انا جاي هقول لك مثلا ان ده بيشنت مثلا جاي بانساين ابستراكشن او يعني دي من عندك المايكوما ده ام ار اي ايه ده وإيه؟ ايوه بالظبط ده الاوت اوف فيز وده الان فيز. نعرفهم ازاي ده الاوت اوف فيز وده الان فيز بالظبط نعرفهم ازاي؟ انديان انك ابيرنس. ايوه الانديان انك ده كان الاورجنز مرسومه بالرصاص بالقلم الرصاص بالحبر الاسود ده الاوت اوف فيز. الثاني اللي بيبقى على ناحيه واحده تحس انها مرسومه والناحيه الثانيه تحس انها مش مرسومه ده الان فيز تمام. على فكره لما بنيجي ناخد بيتاخد الاوتر فيز الاول بعدين بيتاخد الان فيز بس احنا بنحطهم كده علشان يعني ايه لتسهيل المقارنه. طيب لقينا هنا حاجه فوكال ليجن بيض شويه في الان فيز في الاوتر فيز اسود معناها ان فيها بالظبط معناها ان في مايكروسكوبيك فات وده كاركترستيك للفوكال فاتي انفلتريشن. طبعا
بيجي بالسونار بقى حتة تلاقي ايه بيضى شوية و ايديفاين نفرق عن الهيمنجيوما بانها ايديفاين شوية بالسيتي تلاقي حتة سودة شوية لكن الفيسل كروسينج ثرو ذا اريا وذاوت اي اي ديسبيسمنت ولا ماس افكت كل الحاجات دي لكن الفلاش لوب ده يعني اللي هو كان ايوه بالظبط بقى ايه ده بقى ده بيض بقى انت مش حاجه بتبيض في الاوتو لا فيه اللي هو ده الديفيوز لا انا ما تلخبطوش ادانا الله يكرمك خليك لحظه ده ايه هيمنجيوم كانش باينه هنا قوي يعني طيب ده ارتفاكت منين بالسيشن ارتفاكت من الاورطه نغير ايوه ده فيري كومن ان هو يعني يبقى بي مستيك ان هو هيباتيك فوكال ليجن في الليفت لوب لا لازم تاخد بالك من بالسيشن ارتفاكت بتاع الاورطه بتلاقي كذا حاجه كمان تلاقي بص تلاقي واحده هنا دوريه هنا حتى اوتسايد الاناتوميكال باوندري يعني في الجلد في واحده في الهواء في واحد كل ده بالسيشن ارتفاكت الونج الايه الاورطه لان هو بيبقى في حاجه اسمها الايه بقى الفيز انكودنج دايركشن الفيز انكودنج دايركشن ده في الابدومن بيتحط على الاي بي فبيحصل للبالسيشن ارتفاكت تيجي على الدايركشن بتاعه لو انت عايز تتاكد ان هو ارتفاكت بتعمل سويتش ما بين حاجه اسمها الفيز انكودنج والفريكوانسي انكودنج اللي هم التو دايركشنز اللي احنا بنصور بيهم الاكزيال واحد اي بي واحد لاترال فالاي بي في الابدومن هو الفيز انكودنج دايركشن عشان تلاقي اي بوزيشن ارتفاكت هيجي من عليه الفريكوانسي انكودنج يبقى ترانسفيرسال لو عملت سويتش وخليت الفيز انكودنج هو اللي في الترانسفيرس هتلاقي الارتفاكت بقى جاي هنا واختفى الفوكال ليجن ده مش مشكله دي قوي هو الفكره كلها انك ما ينفعش تقول ده يبقى صح عشان لما يرسكوا بالفعل عايز اقول كده يعني بالظبط ده الاوت اوف فيس هتفرز مش هتسود ايه بقى؟ مش هتسود مش ماكروسكوب لا اللي هو مش هتسود في الفيس دي ولا ايه؟ ولا في الاوت اوف فيس؟ في الاوت اوف فيس الليبوم هتسود سنه من السنين لانها ماكروسكوبيك فات هتسود في الفات سبريشن اللي هو فريكونسي سيلكتد فات سبريشن عدل السيلز زي تي 1 فات سبريشن ده الماكروسكوبيك فات لكن المايكروسكوبيك فات هو اللي بيسود اكتر في الايه؟ في الاوت اوف فيز اللي هو زي فات سبيرد زي الفات الانفلتريشن لو ادينوما فيها مايكروسكوبيك فات هتسود في الاوت اوف فيز اي مايكروسكوبيك فات بقى لكن مش هتسود في الفات سبريشن العادي يعني طيب شايفين ايه في شايفين مالتيبل هيباتيك فوكال ليجنز في الارتيريال فيز في حاجه في بريفرال انهانسمنت وفي الديليت فيزز في سنترال انهانسمنت بس في بريفرال واش اوت البريفرال واش اوت از نوت سبيسيفيك لكن هو يعني هايلي سبجيسيف اوف ميتس ماشي الحاجات دي ما تلخبطكمش في الهيمنجيوما لان الهيمنجيوما ما بيحصلش بريفرال واش اوت الهيمنجيوما دي متاز ليه بقى عشان حصل بريفرال واش اوت البريفرال انهانسمنت هنا بقى سنترال والبريفرال فضل لكن في الهيمنجيوما البريفرال مش هيفضل يعني مش بس هنبص على البريفرال بس نتاكد انه حصل لازم نتاكد انه فضل لحد الان ده تي 2 وده تي 1 ارتيريال وده استومك دي هي في طبعا ماركت جاستريك فول ثيكنينج مينلي انفولفينج ذا فاندس اند بودي وي الليسر كيرفيتشر فيري فيري ثيكند الحقيقه الديفرنشال لحد هنا كتير يعني ممكن نقول ايه اي هايبرتروفيك جاسترايتس اشهرهم المينتريال لان هو بيجي افكتنج الفاندس والبادي وسبيرنج الانتروم لكن ممكن حاجات تانية ممكن تكون مثلا كارسينوم عامله فوكال ثيكنينج ممكن الليمفوما انت لازم تتاكد من الصوره دي هنبص في ديفيوز مارك ديفيوز جاستريك وول ثيكنينج الريجولر بس بص الانتروم عامل ايه كويس الانتروم كويس لان هنا ده البادي فوق الفاندس بعد كده البادي الانترم بيجي هنا عشان يكمل ديودينوم فده الانترا السبيرنج ده يبقى تحط في الفيرست بوسيبيليتي من التريال ديزيز طب والفيلنج ديفكت اللي تحت ده في الحاجه يعني فيلنج ديفكت ده لا فول سكين ثيكنينج ميكو يعني ميكوزا ثيكنينج ولا في اللاسر كل ده ميكوزا يعني جاستريك وول ثيكنينج وفول ثيكنينج طب معلش هي دي ماس يعني دي بس مش فارقه ما هي انا بقول لك هي ديفرنشال طبعا بس هو السيفير سموث
thickening في الفندس والبادي with relative sparing للانترم حط من ضمن differential menetrier disease. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش صحيناكم من النوم بدري انا عارف وكده معلش. يلا شايفين ايه؟ في هواء. في انفيزيمتس جاسترايتس. حوالين اللثه. تمام. وكمان في ايروبيليا ما كانتش باينه في البلين اكس راي. الانفيزيمتس جاسترايتس تفرق ايه عن جسر الانفيزيما؟ في هوا في الجسر في يعني في هوا في اليوم تبقى جسر الانفيزيما؟ طب هو في هوا في الاستومك عادي يعني؟ لا الغول نفسه بيبقى ليه متصل وحواليه مثلا فاستراني ولا طب وجسر الانفيزيما؟ ماشي هما الاثنين بيبقوا موجودين في الغول. هي قصه ان في سوبر ادد انفكشن مع الانفيزيمتس جاسترايتس وده بيبقى في الغالب اولد ايج دايبيتك عنده اي مشاكل برضه. اما جاسترك انفيزيما في الغالب اسيمتوماتيك. جاسترك انفيزيما في الغالب اسيمتوماتيك اير في الغول لكن مفيش اي اسوشيتد انفلاميشن لا راديولوجيكال ولا كلينيكال. عندنا بيبقى في الغالب سي او بي دي بيبقى زي ما هنشوف بعد شويه في النيوماتوزس كولايت في منها نوعين وهقول لكم برده نفس القصه. الجاستريك انفيزيما ذا بيناين اما الانفيزيما جاسترايتس يعني لايف 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 ثريتنينج كونديشن. ايه ده؟ طب اشمعنى؟ لانها اكزوفيتيك من الاستومك بعدين كمان واخده ابتيك عالي في البيت. الجاست ده ممكن يبقى بيناين ممكن يبقى مالجنت بس هو حتى البيناين فورم منه ممكن يبقى اجريسيف شويه. والماليجنان فورم منه بقى بيبقى ايه شبه الساركوما فظيع يعني متاستاسيز لانج وليفر وبتاع. طب دي اي حته في ال كريتر هو الليفر اكزوفيتك من الاستومك اكزوفيتك والاستومك وخلاص ما حدش طلب منك منين امال ايه هتجيب منين امال ايه ده ايه. طيب على كل حال وظيفه البيت ان هو حلو جدا في البرايمري وكمان في الميتاستاسيس بياخدوا علاج في علاج كيموثيرابي مخصوص كليفيك ده ايوه جدع كليفيك ده علاج مخصوص للجست وبيبقى المتابعه بالبيت لو لقيت نيكروزس ابتدى يتكون ده انديكيشن ل ريسبونس فده حاجه يعني الى حد ما يعني كرايتيريا في حاجه يعني في تيومرز قليله من ضمنها الجسم. عارف الجسم في منها بناين. بالإيمجينج لو في إيفيدنس أوف ميتاستاسيس تبقى مالجن ما فيش ما بتقدرش تفرقها قوي. لا هوريكي حاله فيها ميتاستاسيس هتبقى أوضح. لا جس بس مش حاجه حلوه. بايلورس ده هنا اللي في البايلورس ايوه لايبوما هايبو دنسيتي جامده قوي دي اللايبوما از فيري فيري كومن وبناين وما بتعملش مشاكل الا بقى لو عملت انت سسبشن عمل. يقول لك اللايبوما في الاستومك وفي بعض الاحيان في السمول انتستين كان بي فيجواليزد باي الترا ساوند وده حاجه يعني لحد ما صعبه شويه لكن يعني ليه عامل ايه بقى؟ بيشتغل يعني بس يعني صعب شويه. يقول لك كمان ليها ساين ان انت لو ضغطت عليها كان بيسكويز يعني بتفرد لايبوما ما علينا. كارسينويد طيب ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعها؟ حاجه واحده سكليروزنج ميزنترايتس يا جدعان تمام. طيب ايه الموست كومن سايت للكارسينويد؟ الابندكس سكند معقول الابندكس لا هي من اول بس الابندكس هي السكند لكن ايه الموست كومن انها تعمل ميتاستاسيس وتعمل كارسينويد سيندروم هي الابندكس تمام. بس هي الفكره كلها انها فرقت ازاي؟ فرق ايه؟ عشان شفت صور كتير قوي سكليروزنج ميزنترايتس احيانا بيبقوا شبه بعض جدا فعلا بس يمكن الديفرنشيتنج بوينت في حاجه الكارسينويد ناحيه التيرمينال ايليم اكتر يعني ناحيه الرايت ايليم القصة الثانيه بتبقى سنترال اكتر. الكالسيفيكيشنز موجوده في الاثنين بس اكتر مع الكارسينويد لا والكارسينويد برضه. بعدين الديزموبلاستيك رياكشن ده الى حد ما مهم هو
التاني برضه بيبقى معاها فايبروز بتاع، لكن لا هنا اكتر انك تلاقي السبيكيليتنج ابييرنس، وانك تلاقي ان الباول لوبس اللي حواليها تيزرز مشدود عليها، فده تعرف ان انت كارسينويد. طبعا الكارسينويد ممكن يبعت نوع الميتاستاسيس بتاعه ايه، هايبر باسكولار في الليفر، ممكن يبعت في البون سكليروتيك بون ميتاستاسيس في البون. السؤال اللي ورايا قالك ايه بتعمل لهم لا ممكن يجي يقول لك ايه ايزوتوب مثلا ال يقول لك تحب تعمل ايه عشان تقول ايه الايه النيوكلير ميديسين ليه؟ اوكتريوتايد اللي هو الايه؟ اوكتريوتايد سكان او اوكتري سكان يعني يسموه اوكتري سكان الايه؟ مش الانديوم هو ممكن بيشوف بقى البرايمري والميتاستاسيس بتاعه. طيب ده لو انت يعمل كارسينويد سندروم فلاشينج لا مش ايه هو الكارسينويد، انت يعمل كارسينويد. ايوه لازم يبقى في ميتاستاسيس في الليفر علشان يعمل كارسينويد، لان هو الليفر جزء من الميتابوليزم بتاع السيروتونين وبتاع الماتيريال يعني بتطلع من التيومرز بتتكسر في الليفر، فبالتالي ما بتعملش كارسينويد سيندروم. لكن لو بعت ميتاستاسيس في الليفر خلاص ده هيباي باس الليمفاتيك سيركيليشن وهيبتدي يعمل مانيفيست بيافكت اني فالف ترايكسبيد، بيبقى افكت الرايت سايد فالف ترايكسبيد ويل البالمونري. اكتر حاجه ترايكسبيد، اكتر حاجه يعمل ترايكسبيد ايه ريجيرج. تمام اكتر حاجه ترايكسبيد ريجيرج. انت افكت الليفت سايد فالف لو في ايبي شنت او اي ام او بالمونري سيركويت وفانكشنينج بالمونري سيركويت ليه؟ ديكستر كارديو ده تحشيش ده بالمونري كارسينويد يا ناس شمان تمام. ما هي فعلا ديفيوز جاستريك وول ثيكنينج لوس اوف ميوكوزال باترن لوس اوف ديستنسبيليتي اوف ذا ستومك بقت عامله زي بيسموها الايه؟ ليذر هتعرف منين؟ هو يعني بالسي دي طبعا ما تقدرش تحكم على الديستنسبيليتي، لو جاب لك بقى بيجيب لك مالتيبل سيكونسز من الباريان ميل عشان تقدر تقول انها الاستومك فعلا مش قادر احكم عليها، لكن احنا هنا هنقول نارد استومك فيها ديفيوز سيفير تيكنينج في الجاستريك وول لوس اوف ميوكوزال باترن فولز دي كاركترستيك او يعني موست او هاي سجستيف لاينايتس بلس. ايه بقى الديفرنشال بتاعها؟ مهم جدا وسهل ان كلكم حافظين. سكيرس اللي هو الاسم الزمان ده سكيرس ادينوكارسينوما بتاع الاستومك نفسها او جاي لها ميتاستاسيس من زي من بريست مثلا صح. ايه تاني؟ ليمفوما ممكن تعمل المنظر ده. ايه تاني؟ كرونز ممكن يعمل المنظر ده، بس الكرونز اكتر انه بيأفكت الانتروم يفكت الجاستريك انتروم ويعمل حاجه بيسموها الايه رامز هورن افيرنس، فالانتروم بس هي اللي تلاقيها تيكند واق، لكن الفاندس والبادي لحد ما بيبقى رامز هورن. طب ايه حاجات كتيره بقى فاضيه كان ليها حتى ساعات تفرق عليها كده بكلمه ايه بلاستيكا، حد فاكرهم؟ تي بي برضو كان يعمل راديشن. في حاجات كتيره بقى ديفرنشال كتير يعني، بس اهمهم طبعا المالينسي البرايمري مالينسي والميتاسيس بالذات من بريست بيحبوا قوي الميتاسيس بريست دي. الليمفوما برضه شايف دي مش كده، بس الليمفوما الى حد ما بتبريزرف البلاستيسيتي. ده ادينوكارسينوما ايوه بالظبط ده. الديفرنشال ليمفوما وادينوكارسينوما فوكال هنا بقى مش ديفيوز زي الحاله اللي فاتت، هنا فوكال وول ثيكنينج واخد الكارديا واخد الفانتس واخد الحته من البادي بتاعت الاستومك ممكن جاسترو ادينوكارسينوما الاستومك برايمري ممكن ليمفوما مفيش مشاكل، بس الليمفوما مش هتبقى اكتر واخده ناحيتين ديفيوز اكتر يعني اللي هي الايه يعني واخده ناحيتين اللي هي الليمفوما. مش هو احنا هو مش شرط يعني مش احنا ممكن هو كان دكتور مهي قال لنا يعني اكتبوا مبررات اللي بتقولوه حتى لو هو يعني لو اقتنعش بالكلام ده. لا تكتب مبررات لا ما تقصدش. طب انا ممكن اكتب في الشرطه ايوه لا ما تحاوليش تعملي الكلام ده خالص. لا يعني انت يا راجل تكتبي في الشرطه اصل ما فيش وقت للكلام ده. طب اديني فرصه يعني ممكن اكتب ليمفوما بقوسين ويز ان اف ويز مثلا لارج ليف اند سكرين ميجر يعني كلمتين كده. ايوه هو لو جاب لك صوره زي كده هقول لك ديفرنشال يعني لو جاب لك صوره زي كده هقول لك مثلا قولي الديفرنشال، لكن مش هيقول لك دايجنوز لان ما فيهاش حاجه دايجنوستيك قوي. لكن لو زي ما انت بتقولي مثلا لو السبرين ده في فوكال ليجن هايبودانس فوكال ليجن يبقى انت اكتر مع الليمفوما جايب لك بلك ليمفادينوباثيز كتيره مثلا، وهكذا لو في مثلا هيباتيك فوكال ليجن وان هون ده اكتر مع الادينوكارسينوم وهكذا. طب
ده اسمه مش مهم احنا فين ولا مهم، المهم ده اسمه ايه المنظر ده تارجت لا 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 تاكيد في ايه ايوه دي ده تعريف الافتس ألسرز اللي هي لوكالايزد سمول كولكشنز وحواليها هالو اوف ايدينا لا هوريك البولز اي دلوقتي هوريك بتاعت الايروسيف جاسترايتس ايروسيف جاسترايتس كرونز ديزيز في ماس هنا ايوه في ماس فين بقى الثانيه ايوه حواليها هالو هالو ديمتس هالو طب معطيك هوريك هوريك البولز اي دلوقتي حالا اصبر بس هي دي بتاعت اللي فاتت دي يعني دي ولا دي حاله ثانيه يعني لا انا هقول افتس اولسرز ما هو ديفرنشال على حسب مكانها مش احنا قلنا لو بالظبط فيلوسوفيكس مثلا هنقول هيرفس لا انا مش بقول لك انا بوريكم بس الافتس اولسرز مش مهم الديفرنشال يعني فيلوسوفيكس مثلا هيبقى الهيرفس سنتريكس زي ما قلنا اكتر حاجه في الاستومك هتبقى زي الروز جاسترايت وزي برضه في 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 الكولون الافتس اولسرز دي بتاعت الايه كرونز كرونز مهمه قوي فيها برضه هو في بطيء حتى ما علينا طيب ايه دي في طبعا ماس بنعرفها ازاي بقى هل دي حاجه اكسترنال كومبريشن ولا ده ميكوزال ليجن ايوه الميكوزال باترن والانجل اللي ما بين الليجن والميكوزا الريست ميكوزا لو في اكيوت انجلز تبقى دي ميكوزال او ميكوزا ليجن لكن لو هي كلها اوبتيوز انجلز تبقى احنا حاجه اكسترنسك كومبريشن او سب ميكوزا هنا كمان الميكوزا الباترن اب نورمال في الريجولاريتي في في الاوفرلاين ميكوزا فده ميكوزا ليجن طبعا كمان وجودها في الجريتر كيرفيتشر وبعيده عن الحته بتاعت البناين السرز اللي هي بتيجي اكتر في الليسر كيرفيتشر وفي الحته بتاعت الانترام والحته دي تشككك على طول دي جاستريك كارسينوما دي ايه بقى واحنا بنعمل لقينا حاجه هنا كانت الديفرنشال بتاعنا حاجتين جاستريك دايفرتيكل مش معنى ادي في الساجيتال لانها طالعه من الوول بتاع الاستومك بالاضافه طبعا فيها بوكيت اوف اير هنا فدي برضه تقول لك لكن الديفرنشال بتاعها بيبقى ايه دوبليكيشن لا مش دوبليكيشن لا الديفرنشال بتاعها في الحته دي بيبقى ليس سوبرا رينال جلاند سيست لكن لما بنعمل بقى الساجيتال نلاقيها طالعه من الاستومك وفيلد فيلد باي فلويد وفي بوكيت اوف اير اهو تبقى دي جاستريك دايفرتيكلم هو ده المكان المميز بتاعها الجاستريك فاندس تطلع من الجاستريك فاندس دي ايه بقى؟ دي هايس هيرنيا؟ لا ده دايفرتيكلم لا دي هايتس وايه بقى؟ ومال مورفولوجي بالظبط لارج هيتس هيرنيا وعامله اي نوع من الفولفلز بقى اورجانو اكزيال فولفلز ما سبب اللارج هيتس هيرنيا اورجانو اكزيال فولفل ده بيجي طبعا بقى بايه سيفير بين وريتشنج بتاع زي ما قلت لكم قبل كده اظن المره اللي فاتت ولا امتى قلت لكم الاورجانو اكزيال فولفلز ده لما بيبقى فيه لارج هيتس هيرنيا او دايفراجماتيك رابشر او مثلا كونجنيتال ابسنت او كونجنيتال لارج كونجنيتال هيرنيا ده اللي بيخلي فيه سبيس واسع جدا من الاستومك انها تعرف تتشقلب براحتها فبتعمل الاورجانو اكزيال فولفلس ده ايه ده؟ ادي الاستومك بعدين ملا حاجه عجيبه كده بعدين ملا انتروديودينال دايفرتيكلوم في حاجه اسمها انتروديودينال دايفرتيكلوم هو عباره عن ايه؟ عباره ان هو بيبقى فيه كونجنتال ويب الكونجنتال ويب ده فيه فتحه من النص هو ده اللي بايه؟ اللي بيروح واخد الصبغه ومسبوق لجوه فبيعمل حاجه اسمها ايه؟ انتروديودينال دايفرتيكلوم بعد كده بيبقى فيه فينستريشنز فبكمل بعد كده الصبغه على بقيه الايه؟ على بقيه الديودينال ليومن ده بيبقى كاركترستيك حاجه ليها اسمها ايه؟ وايند سوك وايند سوك ديفورم اللي هو قعدت ادور ايه يعني ايه وايند سوك ديفورم؟ ايوه بالظبط بتاع مش علقوها دي علشان تاخد الهواء وتتسحب طب من فضلك هنا ما تبقاش ستريكشر يعني ستريكشر فين؟ الحته اللي هي دي يعني ديودينال يعني ده ايوه دي رفيعه هنا ورفيعه هنا برضه
الحته دي يعني ايوه هي دي بس ده الجاستريك ده البايلوريك شانل بس هو بس مش مفروض كويس اللي هو الحته بتاعه الفيرست انش يعني من الديودينوم لكن هو القصه ايه دي طيب ما هو السكر بيعدي حبه حبه يعني هيعدي حبه حبه بالمنظر ده طب وبعد كده لسه بص بقى عامل لا بعد كده بيبقى هو باين كانه حواليه كانه مرسوم حواليه فيلينج ديفيكت يعني ده سموك شعرك بتفتكر هو ده كل ده الدايفرتيكلم هو ده كل ده الدايفرتيكلم زي ما بقول لك بيبقى فيه ويب هنا والويب ده ليه فتحه من النص بياخد البيم وينزل او يملى الاول وبعد كده يفضي على بقيه الديودينام ويفضل حواليه الهالو بتاع الايه الويب اللي مرسوم يعني بتاع الاسم ده هو الهيلو بتاعه هو ده الهيلو بتاعه هو ده اخر الديودينوم اخر الدايفرتيكلم الكونجنتال دايفرتيكلم الموجود ده الواين شوت ديفورميتي او الواين شوت فيوز ايه يعني سهله الى حد ما كرونز ديزيز لان في ثيكنينج في التيرمينال ايليوم مع بريزيرفد ستراتيفيكيشن في سب ميكوزال فات سب ميكوزال فات ساين ده مع الكرونيك مع الكرونيك كرونز ديزيز اما لما نلاقي سيروزا الانفلاماتوري رياكشن وانهانسمنت وبيسموه كوم ساين اللي هو زي ستوت ابيرن ده في الاكتيف ستيج اما الفات سب ميكوزال فات في الكرونيك ستيج ده نفس القصه بالام ار انتروجرافي MR انتروجرافي وفي ثيكنينج في التيرمينال ايليوم نقدر نقول ان دي كرونز لكن ميزه الام ار اي بقى انه يقدر يقول لك كمان ده الستريكشر ده فايبروتيك خلاص اولد ستريكشر ولا ده اكتيف انفلاماتوري ستريكشر بال تي 2 بقى لو لقيناها برايت في التي 2 ده اديم اديمتس ميكوزا ده اكتيف انفلاماتوري ستريكشر ممكن بالعلاج الميديكال والكونزرفتيف يتحسن اما لو لقيتها لو في التي 2 وبقى فايبروتيك خلاص ده كرونيك ستيج في الغالب محتاج سيرجري بقى لو هو عامل ابستراكشن او فين الايه؟ هي دي هو مش بقى احنا مش جايبين فحص كامل عشان نقول في سكيب ليجنز ثانيه ولا لا احنا بس عايزين الحته دي لكن لو دورت بقى في حاله كورونا هتلاقي ممكن حته ثانيه يعني فيها انفلاميشن فيها فيست لو اسكاريز بتحكوها انتوا قوي الموضوع الاسكاريز ده في الايرلي ايمجز بتلاقي في اللونجيتيودنال فيلينج ديفيكس طويل جدا في الديليد لقينا في حاجات واخده ريتين دبايم ثريد لايك كده ده الجي اي تي بتاع الاسكاريز نفسها هو اللي مرسوم يعني ممكن نشوف لو عندها دايفرتيكري مثلا او لو عندها حاجه يبقى احنا هنا دي اسكاريز عليك مش مهم العين تعالج المهم الاسكاريز ما يبقاش عندها حاجه كانسر ستومك الاسكاريز ده سكليرودرما اشمعنى؟ ستاك اوف كوين تمام ستاك اوف كوين ابييرنس ستاك اوف كوين ابييرنس ده بتاع السكليرودرما السكليرودرما بتعمل ايه بقى كمان؟ ديودينم بتعمل ايه ميجا ديودينم وفي السمول انتستين تعمل دايلاتيشن ويز ايه بريزرفد فولس ده اللي ده السبب في الايه في الستاك اوف كوينز ده او ساعات يسمونه هايد باوند ابييرنس وكمان في الكولون ممكن تعمل حاجه اسمها ساكيوليشنز او سودو دايفرتيكولي صح هنا كمان كان في فيلينج ديفكت محدش خد باله ولا ايه مش عارف هنا برضو ده الصوره دي واحنا بنتكلم اللي انا عايز اقوله لو لقيت دايليتد باول لوبس بص على حاجتين في اير فلويد ليفل جايب لك صوره ايركت وفيها اير فلويد ليفل يبقى انت بتتكلم في انساين الابستراكشن تمام مفيش اير فلويد ليفل يبقى عندك احتمالين دايليتد باول لوبس ابستراكتد ولا نوت ابستراكتد ابستراكتد بالاير فلويد ليفل نوت ابستراكتد عندنا احتمالين يا سكليروديرما يا سيلياك ديزيز اللي هو مال ابزورب نعرفهم من ازاي السكليروديرما بالمنظر اللي احنا شايفينه ده اللي هو الهايستك اوف باوند الهايت باوند الدايلاتيشن بيجي ديودينام سكليشنز مش عارف قوي بقى السيلياك ديزيز بيجي بايه بقى نورمال اللي هو لا دايلاتيشن برضه في دايلاتيشن ايوه فولس نورمال برضه لكن نعرفها بقى بالباوي ريفرزال ليه الفولد باترن الجيجنوم بقى شبه
الالين الالين بقى شبه الفيجن الالين بقى فيزري ابييرنس شويه اما الفيجن بقى هو اللي ايه بقى هو اللي دايليتد اكتر حاجه بيبقى فيه الفولس لحد ما بقى شبه الكورن تحس ان الفيجن بقى شبه الكورن شويه بالاضافه بقى لحاجات ثانيه دايليتيشن ودايليوشن ومش عارف ان البليوم بيبقى فلوكيليشن بس الكلام ده كان في البليوم القديم زمان ما عادش دلوقتي فلوكيليشن والسيجمنتيشن والكلام ده ما عادش قوي بيتقال في الـ في السيلياك ديزيز يعني بعد نعم اللي هو المنظر شايف المنظر ده دايليتد سيجمنت من الباول وفيها فولز كتيره 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 مرصوصه على بعض فوق بعض زي ما تكون انت رصه مجموعه من الكوينز فوق بعض بيسموها ستاك اوف كوينز ابيرنس ستاك اوف كوينز ابيرنس ده نعم هو ده مش ريليتد بقى للفلو ده ما يطلع اي حاجه هو كان هو هنا كان طلع مالجنس على ما اذكر يعني اي تاني مش مهم المهم ايه ده نيوماتوزيس كولاي دي كولون نيوماتوزيس كولاي ومعاها ايه بورتال فينس اير وكمان ميزنتريك فينس اير دي طبعا جريت ساين يعني ده العيان اللي هو الايه اللي بيخلص بس انا عايز اقول لكم على حاجه في نوعين بقى من نيوماتوزيس كولاي في نوعين من نيوماتوزيس كولاي في نوع بيسموه برايمري او يسموه بيناين او يسموه نيوماتوزيس كولاي سيستويتس او سيستيك نيوماتوزيس كولاي كل دي اسماء لحاجه الحاجه ده فيري بيناين اكسيدنتال اسيمتوماتيك العيان ما بيشتكيش بيجي غالبا العيان ده بسبب عنده حاجه ثانيه في اكتر موست كومن سي او بي دي تمام فده بتلاقي ان في اير في الوول بتاع الكولون بس الاير ده سيست لايك فانكشنز اوف اير جوه الوول سيست لايك اما بقى النيوماتوزيس كولاي اللي هو السيفير فورم ده عيان بقى ايه سيبتيك بيموت وتلاقي هنا بقى الاير اللي في اليومن ايه لينير ستريكس وده بقى اللي بيبقى معاه بورتال فينس اير وميزنتريك يعني النيوماتوزيس ستوينز في الغالب ما بيبقاش معاه الميزنتريك والبورتال فينس اير والكلام ده تمام يبقى ده المالين نقول دي بقى ده يعني هي دي غير النيوماتوزيس صح يعني دي مش بص لو حصل سيفير كولونيك بيرفوريشن بيعمل معاها نيوموبريتونيت لكن ممكن بيبقى معاه نيوماتوزيس كولاي وبورتال فينس اير من غير نيوموبريتونيت بنقول عليه بقى 96 يعني بنقول ده ايه؟ بنقول عليه نيوماتوزيس كولاي وسبورتال فينس يعني ده باول هول نيكروزس باول هول نيكروزس نتيجه بقى غالبا اسكيميا او سيفير انفكشن او فهو نيكروتيك باول وعمل اير في الهول والاير ده وصل للفينس سيركيوليشن ميزنتريك ومنها للبورتال فينس اير لكن ممكن ما يحصلش فرانك بيرفوريشن في الوول او ديسربشن للوول فيعمل نيوموبروتين ممكن يعمل يعني فاهم قصدي ممكن يعمل ممكن يبقى في نيوموبروتينيوم من غير نيوماتوزيس كولاي فاهمين قصدي ايه يعني ده حاجه وده ممكن يبقوا الاثنين مع بعض لكن مش شرط كل واحد فيهم مع التاني جاي بينزل تاني كده طيب لسه عايز نفتكر يعني خلاص لا انا جاي اعمل كده يعني اقول بس هو انا اروح يا جماعه مفيش داعي محاضرات خلاص هو فعلا كان عنده سبيرو ميجلي هو العيال سيروزز وكان عنده بورتال فينس ثرومبوزز وكمان سبيرو زي ما احنا شايفين هنا وده اللي عامل له ميزنتريك كونديشن ميزنتريك هي نفس تقريبا نفس الصوره يعني ما هي اصل هو كله قد كده ماشي هي ده عيان جاي فوميتنج وابستراكشن انا عايز اقول ايه النيم اوف ذيس ساين بس مش عايز ايه تاني في ساين هنا في ساين ايوه بالظبط سمول انتستاينال فيسس ساين سمول باول ده بالظبط ده بيقول ان في سمول انتستاين اوبستراكشن وان غالبا الاوبستراكشن قريب من الحته دي اللي انت تبص تلاقي ان شايفين هنا ادي اير فلويد ليفلز لكن البوكتس اوف اير مع الموتلد ابييرنس ده بتاع السمول انتستاين ده يسموه سمول باول فيسس ساين دور عليه في اي حاله سمول باول اوبستراكشن هتلاقي ان الاوبستراكشن جنبه ممكن ما تلاقيش حاجه ده اديز انت الاديز مش هتشوف حاجه اصلا بس دي لكن يعني على الاقل ده الليفل اوف ابستراكشن في الحته دي في الغالب طيب
برضو نفس الكلام. وبصوا هنا السودو ساكيليشنز او السودو دايفرتيكلي واضحه قوي هنا. فنقول كده بقى برضو سكليرو ديرما. يعني ايه ده؟ مش شايف حاجه. ايه لا في انفلاميشن حوالين البتاع. بالظبط بالظبط. هي دي كانت الحقيقه جاينت دايفرتيكلي وحواليها ستراندنج. فدي دايفرتيكلي لا لا دي دايفرتيكلي انا في الترانسفيرس كولون جاينت وعامله حواليها انفلاماتوري رياكشن. دي دايفرتيكلايز بكره دايفرتيكلايز هوريكم دلوقتي. يعني هي دي بتاع تبع من ايه؟ من الترانسفيرس كولون. كولون عمل كده وبعدين حصل حواليها انفلاميشن جاينت ايه اللي انتوا شايفينه هنا؟ بورتال فينس رومبوزس. ليه؟ هو مش جاي بالمين اصلا. هو ايه السيست؟ طب وايه الاسايتس دي؟ يعني مش حاسين ان سكالوبينج شويه فيها؟ سكالوبينج شويه والدنس سودان اكزوما بريتونيال. طيب ايه ده؟ ميكوسيل وفرقعت وعملت ايه؟ سودو ميكزوما بريتونيال. السودو ميكزوما بريتونيال موست كومن. مش عارفه السايتس علشان لا كرونيك. لا علشان الليجليز. ايوه الاتنديكولس دي هي اللي عامله كرونيك. هي اللي عامله. هي الاتنديكولس دي ممكن تيجي مع اكيوت ابنسايتس. مش هتيجي معاها بقى سودو ميكزوما. لكن ممكن تيجي مع كرونيك ابنسايتس وتبقى الابندكس تقعد تكبر 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 وتعمل بطيخه كده وتعمل اللي هي الابندكلر ميكوسيل. الابندكلر ميكوسيل تروح مفرقعه. تعمل سودو ميكزوما بريتونيال. The most common cause للسودو ميكزوما بريتونيال is appendicular. سواء appendicular rupture the appendicular ميكوسيل أو mucinous adenoma أو cysta أو adenocarcinoma of the appendix. بالذات لو في ميل. لو ميل يعني. إن ميل يعني. لكن لو في ميل ovarian mucinous دي تتحط برضو من ضمن differential. وما زالت الـ appendicular is very common. والكولون الفرق. لا. كولون منين؟ لا. عايزه حاجه تفرقع. فالميوسينس ادينو كارسينوما بتاعه الاوفري تفرقع. ميوسينس بتاعه الابندكس فرقع. اما ميوسينس كولونيك هتفرقع فين؟ عشان تكبر وتفرقع ده العام بقى مش هتعمل له ما بتعملش سيتوميك زون. مالكم في ايه؟ ممكن تكون دايفرتيكلي وحواليها انفلاميشن. ايوه بالظبط. هو ده احنا في حاجتين ديفرنشال ممكن يتقالوا في الحته دي لكن هي واحده اقرب. هي انها سيجمويد دايفرتيكلايتس وكومبليكيتد بي دايفرتيكلر ابسس او بيري دايفرتيكلر ابسس. واحد يقول لي ممكن تكون مالجنانت ستريكشر. احيانا يا جماعه الديفرنشال ما بين السيجمويد دايفرتيكلايتس الاستريكشر بسبب الانفلاماتوري دايفرتيكولايتس والاستريكشر بسبب المالجننت سيجمويد كولون احيانا بيبقى صعب. يعني احيانا ما تقدرش تفرق بس بتعرفهم ازاي؟ التاني بيبقى لهم التاني اللي هو مين فيهم؟ دايفرتيكولايتس. بيبقى ايه؟ بيبقى فيري لونج سيجمنت اكتر. بيبقى فيه مالتيبل دايفرتيكلي في بقيه الكولون. بيبقى العين جاي اكيوت بين. فكل ده يقول لك ده احنا ماشيين في سكه انفلاماتوري كونديشن. طبعا لو في بقى بيري دايفرتيكلر ابسس خلاص يبقى احنا فيه. لكن مثلا هل البيري كولونيك فات ستراندنج از سفيشنت تو ديفرنشيت؟ لا. ممكن دايفرتيكلر سيجمويد كولون كانسر وعامل انفلتريشن في الفات اللي حواليه. وممكن يكون فات ستراندنج بسبب الانفلاميشن. هل الوجود الليمفادينوباثيز تقدر تفرق ما بينهم؟ لا. لا لان الانفلاميشن ممكن يبقى معاه في نودل مالجنسي ممكن يبقى معاه في نودل. لكن طبعا الثيكنينج نفسه فرق الثيكنينج نفسه شورت ستريكشر في الكانسر بيبقى الى حد ما النوع اليومنال او الميكوزال ثيكنينج غير بتاع الدايفرتيكولايتس اللي هو انفلاماتوري ومعاه سب ميكوزال اديما. هنا برضو سب ميكوزال فات هيزنس سوري بيري كولونيك فات هيزنس كل ده. وطبعا هنا في وجود الابسس يخلينا نقول لا دي اكيوت دايفرتيكولايتس وبيري دايفرتيكولار. بيجي يشتكي من ايه العيان ده؟ اكيوت بين. اكيوت بين الموست كومن كوز. موست كومن كوز للكولونيك بليدنج از دايفرتيكولوزس. دايفرتيكولوزس تيجي ببليدنج.
الدايفرتيكولايتس يجي بين وفيستلا. الدايفرتيكولايتس يجي بين وفيستلا. الدايفرتيكولوزس يعمل كولونيك بليدنج. والسكند كوكوس الدايفرتيكولوزس از دايفرتيكولي وداوت انفلاميشن. اما الدايفرتيكولايتس حصل انفلاميشن حاليا. ممكن يبقى كمان ويز ابسس او وداوت ابسس دي قصه ثانيه. ممكن بفيستلا. واحد من الموست كومن كوزز للفيستلا هو الدايفرتيكولار ديزيز ده اللي هو كومبليكيتد بدايفرتيكولايتس. فالفيستلا برضه احيانا تلخبط ده مالجنت فيستلا ولا انفلاماتوري فيستلا. بس الرابيد ديفلوبينج فيستلا مع الدايفرتيكولايتس. عشان كده احيانا كتير عيان الدايفرتيكولايتس ده يجي يقول لك ايه في الهيستوري، يجي يقول لك جاي في نيوماتوريا. ايه نيوماتوريا دي؟ في اير وفي بارتيكل، في حاجات عجيبه في في اليورين. ده بسبب ان حصل كولو فيزيكال فيستلا كومبليكيشن دايفرتيكولايتس. فالدايفرتيكولايتس ليه دايفيرس يعني كلينيكال وراديولوجيكال بريزنتيشن لازم تبقى اوير بيها، لانها فعلا في الكلينيكال براكتس فيري كومن، وفي الامتحانات يعني ليس كومن. طيب دي ايه؟ اه بالظبط. هنا برضو تيرمينال ايليم ثيكنينج، وفي برضو هنا ده كومب سايد اللي هو اللي تحت اسمه ايه ده؟ ما ينفعش ده مش الريكتم، احنا لسه فوق شويه، هي نفس الجمود. لكن يعني لو لو هو على كل حال ده الديفرنشال، بس هي الانفولفمنت بتاع التيرمينال ايليوم والاستريكشن ده اكتر مع الكرونز، وبالذات كمان ان انت هتلاقي فيه حتت سكيب، يعني حتت نورمال وحتت ثانيه افكتد. لما الالسر سكلايز ما يعملش كده، لو لقيت حتت يبقى كونتينوس. هو الالسر سكلايز بيبتدي من الريكتم وياخد الريكتو سيجمويد ستاندنج، يعني ماشي في الكولون كونتينوس كونتينوس اب تو ان هو يوصل للترمينال ايليوم عن طريق الايه؟ باك وش اليايس. لكن اللي يجي حتت وحتت لا، ده ما يبقاش اصلا الكرايز، ده يبقى كرونز اب. يبقى الترمينال اليايس ده ديفرنشال معاه، بس لو هي الحته دي بس. لكن لو بقيت معاه حاجات سكيب ليجنز يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ في كرونز. لكن لو هي الحته دي بس، ايه الديفرنشال بتاعنا؟ فوما كمان لينفوما تعمل كده تي بي. حلو قوي. ايرسينيا لا تفلايتس يجي استندنج كولونوسيكم ريفلي افكتنج ايه؟ تمام. تفلايتس كولونيك تفلايتس اسمه نيوتروبينيك كولايتس ماشي، لكن ما بيبقاش ايلايتس. الايرسينيا تقولها في الاخر خالص لانها ما حدش بيبص عليها. ساعه الاكتايل مايكوزس كمان الناس بتحطها كده في الاخر خالص، ما حدش ليه دعوه. لكن اهمهم الكرونز الليمفوما التي بي. لو لقينا ان في انتستاينال اوبستراكشن يبقى كرونز اكتر حاجه، لان الليمفوما ما بتقفلش. دي حاجه في الامتحان. ولا عملت كبيره او الليمفوما ما بتقفلش ما عندهاش اوبستراكشن. الايه؟ في ايه؟ مع الحاله دي تمشي اكتر تي بي. نيكروتيك؟ لو كازيس يبقى تي بي. لو نيكروتيك ليمفادينوباثيز تبقى تي بي. لو باركي هوموجينس ليمف نودز تبقى ليمفوما اكتر. الليمفوما كمان تعمل ساعات انيوريزمال دايلاتيشنز، يعني ساعات توسع، يعني تبقى يبقى في وول ثيكنج جامد جدا، بس اليوم في الاخر نوت افكتد. بالعكس يمكن يكون وسع كمان احيانا. فده برضو مع الليمفوما مش مع الكرونز. الكرونز طبعا لو لقيت السكيب ليجنز دي كرونز على طول فيرست بوسيبيليتي. في حاجات اكسترا انتستاينال مانيفستيشنز اوف كرونز لازم تبص عليها في الفيلم. يعني مثلا يروح جايب لك جول بلادر ستونز مثلا في الباريم، تلاقي معاه ساكرو ايلايتس في الباك جراوند كده. بص كده على ساكرو ايلايتس جوينتس. تمام ماشي. خلينا الباترن ده اسمه ايه؟ ثم برينتنج. في سيفير وول ثيكنينج وفي اندنتيشن. شايفين في اندنتيشن وول ثيكنينج برينتنج على الكرونيك هيومن، ده اسمه ثم برينتنج. ثم برينتنج ده اشهر حاجه فيه ايه؟ سكيميك. لا في حاجه اشهر من السكيميك كمان، حاجه ثانيه. ايما مش ايما. ايوه ايما منين؟ خليها في الاخر. ايوه سودو ميمبرنس. ثم برينتنج قول سودو ميمبرنس كولايتس اسكيميك كولايتس انسرتيف كولايتس او انفلاماتوري باول ديزيز. انسرتيف كولايتس وكرونز. بس هو الكرونز على فكره بيتخن اكتر بكتير قوي من الانسرتيف، بس يعني علشان هو كولون فيبقى اكتر ناحيه الانسرتيف. لكن انفلاماتوري باول ديزيز يبقى اهمهم السودو ميمبرنس كولايتس، الاسكيميك كولايتس،
انفلاماتوري باول ديزيز. نعرفهم نفرقهم عن بعض ولا نقول كولايتس ونخلص؟ لا ممكن نفرقهم عن بعض بالذات تستطيع طبعا بالهيستوري. السودو ميمبرينس كولايتس بيجي في الغالب عيان واخد لونج تيرم سترونج انتي بايوتكس. في الغالب العيان بيقول لك هوسبيتالايزد بيشنت، يعني ايه؟ عيان بقى له شهر في المستشفى بيتعالج من اي حاجه بقى، يعني من اي سبب إن كان، وعمالين طبعا مرضينه انتي بايوتكس بقى له شهر، وبعدين جاي في سيفير دايريا احيانا بلادي دايريا، فخلاص هم مش شخصين كولايتس. يعني بسبب ايه بقى؟ غريبة من الانتي بايوتكس بس. الفيتشرز بقى يعني ده كلينيكال فيتشرز، اما الراديولوجيكال فيتشرز اللي هو في الغالب هتنزل لك الامتحان من غير هيستوري، يعني هيبقى ايه؟ السودو ممبرانس كولايتس يوجوالي ديفيوز كولايتس غير السيجمنتال، يوجوالي ديفيوز واخد الكولون كله. تاني حاجه ان السودو ممبرانس كولايتس از فيري ثيك وول، فيري ثيك، يمكن هو بيقول لك الموست او يعني الموست سيفير سيفير كولونيك وول ثيكنينج هو السودو ممبرانس مع الكرونز. تمام؟ اكثر من 10 يعني لو انت فيري سيفير كده السودو ممبرانس كولايتس. تالت حاجه انه اسوشيتد بمايلد اسايتس، طبعا ده هيبان بقى بالسونار والسيتي كده. رابع حاجه ما هو الثيكنينج ده بسبب ان هو بيعمل اكورديون ساين، ده هنشوف الحاله دي. رابع حاجه انه ريلاتيفلي رايت اوف سايد الايه؟ رايت لا احنا قلنا ديفيوز، لا رايت ولا ليفت، ديفيوز لا ريلاتيفلي مينيمال بيريكولونيك فات ستراندنج. بيقولوا غالبا العاده بيبقى مينو كومبرومايز في الانفلاماتوري رياكشن اللي حوالين الكولون بيبقى قليل غير الالتر ديبلايت في السكيم تمام. يبقى دول الكاركترستيك للايه؟ ولوس اوف كونستريشن صح؟ لا لوس فرستريشن ده لا ما بيعملش العكس ده بيبقى في كام برينتنج. طب برينتنج ده يعني ايه؟ يعني الهيستر فيري ثيك بقت اصلا ديستوربت من كتر ما هي ثيك. يبقى دولت الاربعه بتوع السودو ميمبرنز. الاسكيميك، الاسكيميك لازم الهيستوري كلينيكال فيتشرز توحي بسيستيميك، يعني يقول لك 70 سنه وعنده كاردياك بروبلمز ومش عارف وبياخد ايه على فاهمين قصدي؟ يعني عيان اسكيميك ده اول حاجه. تاني حاجه انه جايب اكيوت اونس، ده لو اكيوت اسكيميا، اكيوت ميزنتريك اسكيميا، او جاي بقى بكرونيك اسكيميا، كرونيك اسكيميك كولايتس اللي هو جاي في ايه؟ يقول لك حاجه بيسموها ساعات بيسموها ايه؟ مش عارف ياكل، ده كان اسمه ايه؟ انوريكسيا. لا لا وليها سايتوفوبيا. فودوفوبيا ايه؟ فودوفوبيا. لا اسمها سايتوفوبيا اللي هو خايف ياكل، بيجي له بوست برانديال، بوست برانديال انجينا، بيجي له بوست برانديال فيري سيفير بين بعد الاكل، ده كرونيك اسكيميا. بيبقى في الغالب الكرونيك ده علشان يبقى مانيفستد بيبقى في الغالب واخد اكتر من فيزي، يعني سوبير ميزنتريك مقفول والسيليك فيه سيفير استينوزز والانفيريو تلاقيه كمان مقفول، عشان مانيفست كرونيك بهذا المانيفستيشن بيبقى في الغالب سيفير كرونيك اسكيميا مالتي فيسل ديزيز زي ما زي في الهارت كده. فده بيتميز بايه بقى؟ لو هو اكيوت اسكيميا، لو هو اكيوت اسكيميا عندنا حاجه من اثنين، يا تريتوريال زي في البرين بالظبط، يا تريتوريال واخد تريتوريال، وده لو سوبير ميزنتريك هو اللي اتقفل اكيوت اسكيميا هيحصل ايه؟ سمول باول افكشن صح، ومعاه الرايت سايد كور، يا اما الانفيريو ميزنتريك هو اللي افكتد بيبقى الليفت سايد كور. لكن الاكثر من كده، الاكثر من ان هو يجي تريتوريال ده بالنسبه للكورن، ان هو يجي ووتر شيد ارياز. ازاي؟ هو بيبقى عنده اسكيميا وجاله اي هايبوتنشن او اي حاجه عملت هايبوفوليميا، فيجي له اسكيميك باول في الحته اللي ما بين التريتريس وبعضها. اشهر واحده فيها الاسلينيك فليكشر، لان ده التريتري اللي ما بين السوبير ميزنتريك والايه؟ والانفيريو ميزنتريك. فالعيان ده هيكون عيان بتاع اسكيميا، يعني اولد ايج دايابيتيك هايبرتنسيف وكاردياك وعنده مش عارف ايه وبياكل وبقى له فتره وبعدين جايب اكيوت بين. اكيوت بين ودايريا، وبرده ممكن يكون برضه بلادي دايريا او او، فانت تشك بالكلينيكال بيكشر ان انت بنتكلم عن حاله اسكيميك كولايتس، وبعدين تبص تلاقي ان الوول ثيكنينج مينلي في الحته بتاعت السيجمويد، يبقى ده ووتر شيد اسكيميا كرونيك، اصلا عنده كرونيك اسكيميا وجاله اون توب ايه؟ اكيوت ايه؟ ريسنت هايبوفوليميا لاي سبب عملت له ووتر شيد اسكيميا في الحته دي. بتتميز كمان اسكيميك كولايتس بقى ان هو فيري رابيدلي بروجريسيف ستريكشر، يعني بعد اسبوعين تعيد له البيان او تعيد له الانما ايا كان، يعني تلاقي بقت ستريكشر خلاص عمل ستريكشر لو هو ما اتلحقش يعني بالميديكال تريتمنت العادي. ده الاسكيميك كولايتس. اخر واحد احنا قلنا ايه؟ اكثر كولايتس اظن انتم يعني عارفينها بقى دي. طب مش فاهم هي شكل ايه؟
قولي اه بتاع اللي هي شبه اللي هي في الاتش اي في بقى بتبقى نفس التمام نفس البرزنتيشن شيت او لا كده ان شبه نفس البيكتشر دي بس الاتش اي في بيشن يبقى اتش اي في كولايتس. انا قلت شبه ايه شبه ايه بقى كنا بنتكلم عن ايه ساعتها فاكر يعني بس ما كانش كده كنا بنتكلم عن الرايت سايد الكولون الرايت سايد الكولايتس بقى عشان نخلص منها تبقى كولايتس كلها على بعضها الرايت سايد الكولايتس لو جه واحد عنده افكتنج افكشن السيكل ومثلا الترانسفيرس ولا سوري الاسيني كولون بس ده رايت سايد الكولايتس اول حاجه نحط فيها لا اول حاجه نحطها لا ديفلايتس نيتروبينيك كولايتس ديفلايتس اللي هي نيتروبينيك كولايتس برضو ده عيان جاي برضو باكيوت ايه لوكيميا وبياخد كيمو ثيرابي وبتاع وبعدين تاني حاجه بقى ممكن نحط بقى ام بي ايز زي ما قلتوا سالمونيلا بتيجي ليفت كولايتس بس دي مش ايه تاني اللي كان يجي رايت كولايتس ده بقى اللي كانت الدكتوره رشا بتقول عليه دلوقتي ان احنا العيان ده لو هو اتش اي في بنشوف حاجه اسمها سايتوميجالو فيروس كولايتس انتوا عارفين سايتوميجالو فيروس في الاتش اي في ده كتير قوي يعني اوبورتونستك انفيكشن وفيري كومن بيعمل سايتوميجالو فيروس انفيكشن او ساعات الاتش اي في نفسه كمان يعمل كولايتس شبه كده في حاجات بتاخد مثلا في مثلا يقول لك لو هو ترانسفيرس كولون بس كولايتس ده حاجه قليله شويه الكامينوباكتر الاتش الكامينوباكتر بايلوري اتش بايلوري تيجي ترانسفيرس كولون كولايتس الليفت سايد بازل شيجيلا والسالمونيلا وساعات البلهازيزز حاجات كتير بقى وزي الدايفيرتيكولايتس والكلام ده هنا مثلا يعني على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه بس احنا كل القصه ان احنا بنشوف كولونيك وول ثيكنينج وفولك ثيكنينج او هوستر ثيكنينج ومعاه احنا بنتكلم في كولايتس بنعرفهم نفرقهم عن بعض احيانا بالكلينيكال باللاب احيانا بالراديولوجيكال ساعات ما بنقدرش نعرف بالراديولوجيكال ونقول ايه خلاص كولايتس وانتوا كملوا بقى كلينيكال وراديولوجيكال عشان نعرف لكن ممكن نفرقهم راديولوجيكالي لو معانا كلينيكال ولاب كويس او بالديستريبيوشن بتاع المكان الديستريبيوشن بتاع الكولايتس في اي حته بالظبط هل هو ديفيوز هل هو رايت سايد هل هو ليفت سايد هل هو ترانسفيرس يعني اكتر حاجه فين وبعدين بالاسوشيتد فايندنجز بقى يعني معاه سمول باور افكشن ولا لا مثلا في حالات الكرونز معاه مثلا بالك ليمفادينوباثيز ولا لا معاه اسايتس زي ما قلنا مثلا في السودو ممبرينس كولايتس معاه ليمفادينوباثيز كبيره ولا لا الليمفادينوباثيز دي شكلها ايه فاهمين قصدي فالحاجات دي هي اللي ممكن نفرق بيها انواع الكولايتس ما عرفناش بنقول كولايتس هنا برضو سيفير وول ثيكنينج سيفير وول ثيكنينج واخد الاستندنج والحته اللي باينه في الترانسفيرز واخد الاستندنج كمان ممكن ده نقول الديفرنشال بتاع ديفيوز سيفير كولايتس سودو ممبرينس كولايتس حط على راس القائمه حتى من غير اسايتس من هنا مش جايبه الكف يعني بتاع الفلجس ممكن يكون فيه لكن ماشي حطي سودو ممبرينس حطي كمان ايه لو عايزه الالتراتيف كولايتس انا برضه نيوماتوزس في نيوماتوزس صح بس ايه غير النيوماتوزس كمان في سيفير وول في سيفير وول ثيكنينج واخد اساسا السيكم والاستندنج كولون تمام يبقى دي لو قلت لك بقى ان البيشنت ده نيتروبينيك اللي عنده لوكيميا اللي عنده يبقى ده ديفلايتس او نيتروبينيك كولايتس ممكن يبقى كومبليكيتد بي زي ما قلت لكم اي سيفير انفكشن ممكن يبقى اساسا يعمل نيوماتوزس كولايتس دي كولايتس اون ذا رايت سايد بالظبط طب هل ينفع اقول عليها اقدرش اقول عليها مالجنسي لان الكات ده هي كتيره يعني ديفيوز يعني ما انت بقى عندك هنوصل هناخد زوم اوت شويه ونقول ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع الوول ثيكنينج differential diagnosis of wall thickening يا اما كولايتس بانواعها اللي احنا بنتكلم عليها صح يا اما مالجنسي كولون كانسر اللي هو بقى كان يا اما ادينو كارسينوما اللي هو برايمري كانسر يا ليمفوما يا ميتاستاسيس يا اللي هو العادي بتاع اي ديفرنشال احنا يعني بنتكلم في يعني دي مش فوكال دي يعني احنا هنا علشان بقى ايه يعني ايه الايه ليه ما هياش نخش في سكه المالجنسي ونخش في سكه الكولايتس هنا الوول ثيكنينج يعني سيجمنت كبيره قوي دايما المالجنسي بيبقى شورت سيجمنت بعدين هنا الديفرنشيشن بتاع الوول ثيكنينج بتاع الكولايتس غير الوول ثيكنينج بتاع المالجنسي ازاي الوول ثيكنينج بتاع الكولايتس في الغالب سموث في الغالب ما معهوش اوبستراكشن الساين الاوبستراكشن في الغالب بيبقى الوول قادر اقول ان في مثلا ايه ده في سب ميكوزال اديما
ده في سب ستراتيفيكيشن بالظبط. الستراتيفيكيشن ده مينز انفلاماتوري ثيكنينج. اما الماليجنسي شورت ستراكشر الريجولار وول ثيكنينج ميكوزا انفيجن سيروزال او اكسترا كولونيك انفيجن بيبقى معاه في الغالب بروكسيمال دايلاتيشن يعني الباول لوب اللي قبلها غالبا بتبقى افكتد. بالاضافه طبعا للكلينيكال هيستوري يعني الكلينيكال هيستوري بتاع واحد جاي بين وبايريه غير واحد جايب مثلا في الرايت سايد بيجي اكتر حاجه بايه انيميا. الليفت سايد بيجي اكتر حاجه بايه سان اوبستراكشن. السراوندنج فات ستراندنج الهيزنس والاديما بتبقى اكتر مع الانفلاماتوري. اما لو مالجنت ممكن يبقى فيه برضه بيريكلونيك فات ستراندنج بس بيبقى شكله غير كده بيبقى شكله يعني ستراندز اكتر منها هيزنس وانفلاميشن. تمام. الليمفوما فاريبل جدا. الليمفوما ملهاش قاعده في اي حته في الجسم على فكره. الليمفوما ملهاش قاعده بس الليمفوما ليها اماكن برضو تحبها اكتر. يعني موست كومن سايت للليمفوما هو التيرمينال ايه. تمام. تاني حاجه فين الاستومك. تمام. الكولون الكرونيك ليمفوما يعني ماتش ليس كومن عن الادينوكارسينوم. نفس الكلام اظن يعني نيوماتوزز وفيري ديستندد سيكم او اسندنج كولون. ده في حاجه اسمها توكسيك ميجا كولون بنعرفها ازاي؟ اكتر من كام يعني؟ 3 5 3 3 ده قليل قوي. 3 ده كولون على الطبيعي. 6 سم في ناس بتقول 5.5 ماشي لكن 6 سم لا 6 6 سم هو ده الايه اللي انت لو لقيتها اكبر من كده تبقى ايه توكسيك ميجا كولون. او احنا لازم الترانسفيرز كولون؟ ممكن ايه؟ امال ليه بيقولوا ترانسفيرس كولون؟ علشان العيان ده في الغالب جاي متدهول فبيتصور وهو ايه؟ سوباين. الترانسفيرس كولون هو الايه موست ايه نون ديبندنت فالهواء بيتجمع فيه. لكن العيان ده لو واقف او لو العيان ده لو بروح هيتغير. هي قصه ان احنا هو التعريف ابتدى على اساس الايه بلينكس راي تو سوباين. لكن نفس الكلام في السيكم. السيكم كان ديستند اب 10 سم. السيكم كان ستاند اب 10 سم. بعد 10 سم ممكن ترابش. فبرضه نفس القصه تعتبر لو العيان ده كده ممكن نقول ايه ده توكسيك ميجا كولون. يبقى اي سيفير ديستنشن ايه ده بقى؟ ده ريكتم. ايوه بالظبط. بالظبط. انا جايبها لكم بس عشان نبقى عارفين احنا بنقول الريكتال كانسر والرول في ام ار اي. في اظن ان انتوا اكيد قريتوا الحتت دي. ايوه بالظبط. يعني هنا مثلا انفيدنج ولا نوت انفيدنج ميزوريكتال فاشيس؟ انفيدنج على الليفت لاترال اسبي. طيب فين السيركمفرنشال ريستكشن مارجن؟ اهو ده مش ده اللي هو الميزوريكتال ايه؟ سوري ده اللي هو ال دي الميزوريكتال فاشل. ده الريكتال هول. الميزوريكتال فاشل احنا عايزين نعرف السيركمفرنشال ريسكشن مارجن بوزيتيف ولا نيجاتيف. اقل من 5 مللي. 5 او اقل. لا 1-2 مللي. 1-2 مللي. يعني لو التيومر طيب لو التيومر قرب من الميزوريكتال سنتي ايه بصراحه؟ ايوه يعني لازم المسافه بينهم تبقى اكثر من سنتي. مفيش واحد اثنين ميل. يعني لو التيومر نفسه قرب من الميزوريكتال فاشيا بحيث ان السيركمفرنشال ريسكشن مارجن بقى اقل من ميلي يعني تقريبا اباطن الميزوريكتال فاشيا ده خلاص ده كده ميزوريكتال. طب هل لازم التيومر بس حتى الليمفنود بتاعته يعني نقيس ابعد ليمفنود عن الميزوريكتال فاشيا مش بس التيومر لان هو هيخش يشيل الحته دي كلها. ده السيركمفرنشال ريسكشن مارجن. فاحنا هنا الرول في ام ار اي انك تقول انها دي ان ستيج بقى ستيج دي 3 مش كده؟ انتوا ايه بس نسيت انا ما اذكر يعني انها كانت ستيج دي 3. بنقول ستيج دي 3 سي ار ام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دي 3 يعني هي انفيدنج الريكتال وول. انفيدنج الريكتال وول وطلعت على طول على بره. البيري ريكتال فات.
اهو زي ما هنا شايفين هي خلاص انفيدنج البريريكتال فات، وفي مالتيبل ليمف نودز في البريريكتال فات، لكن هل هو سي ار ام نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. لو انت شايف ان التيومر او الليمف نود على بعد اقل من 1 مللي او 2 مللي من الميزوريكتال فاشيا، لكن لو لقيت اكتر من كده، المسافه ما بين الميزوريكتال فاشيا والتيومر او الاسوشيتد ليمف نود اكتر من 1 مللي، يبقى سي ار ام نيجاتيف، يبقى ممكن يتشال. طبعا كمان بيقسموها بقى هو لو ولا ميد ولا هاي. المفروض انها بتتقاس من الانر اوريفيس، بس بما ان احنا ما بنعرفش نقيس في الغالب من الانر اوريفيس، بنقيسها من الانو ريكتال جانكشن اللي هي الحته دي اللي هي سوري اللي هي الانو ريكتال جانكشن. بنقيس لو هي 5 اللور ليميت اقل من 5 يبقى لو، من 5 ل 10 ميد، اكتر من 10 ده يبقى هاي ريكتال كانسر. ماشي، كفايه عليها كده. ده طفل صغير جاي من جينيس كوميدي. لا راديولوجي. هي الاستومك بس، الاستومك بس اللي باينه. ساعات يسموها ده سنجل بابل. الدبل بابل احنا عارفينه بتاع الايه؟ والتريبل بابل بتاع الايه؟ جيشن الاتريزي. اما السنجل بابل ده بيبقى يا اما سيفير تشيبس يا اما ميد جاد فولفلز. الميد جاد فولفلز ممكن تعمل سنجل بابل. احنا هنا كمان لو لاحظت هنا بقيه الابدومين الجاز في الحته دي كلها فاضي، وهنا في ريزيدوال جاز النحال. الحته دي هي دي الميد جاد فولفلس، هي دي اللي بسبب المال سبب البيليس فوميتنج. الشيبس ما بيعملش بيليس، الشيبس عمره ما يعمل بيليس فوميتنج. وبعدين هنا ده الكولون وول محذوف على جنب لوحده، لكن يعني هي الهيستوري لازم اقوله لك. انا لو من غير هيستوري ممكن تقول شيبس، لو من غير هيستوري ممكن تقول سيفير شيبس. لا بيليس فوميتنج، لا بيليس فوميتنج نيفر ادفانس نيفر بيليس. ماشي، هي دي بقى في دايفنتيكيرات وحواليها انفلاميشن. لا لا دايفنتيكيرات ديجايز عشان اهي اهي اوفال شيبد فات دنسيتي ريجن وليه ثين مارجنال انهانسمنت جايب ايه؟ ده ايبيبلويد ابندجايتس. ايبيبلويد ابندجايتس بيجي باكيوت ليفت سايد بين في الغالب، بيجي في الغالب في الاوبيز شويه يعني عملوا اكسرسايز نوت اكستمد مره واحده بيجي لهم بعد كده بين. القصه دي يعني الى حد ما كومن في الامتحانات وكومن في البراكتس يعني. الايبيبلويد ابندجايتس الديفرنشال بتاعها بيبقى حاجه ثانيه، احيانا يبقوا بعاد عن بعض وتقدر تقول لا 100% دي مش هي، او احيانا بيبقوا شبه بعض فعلا اللي هي الايه؟ المنتال انفاركشن الكلاسيك بتاعها. لا ما ينفعش دايفرتيكلي، دي ما ينفعش ما تخيلش ان ده هو في دايفرتيكلي، بس احنا الانفلاميشن مش حوالينا الدايفرتيكلي دي، اوفر شيبد فات دنسيتي لوحديها. الاومنتال انفاركشن هجيب لكم صوره بعد شويه اظن بتيجي اكتر رايت سايد، بتيجي اكتر ايه ديفايند، بتيجي اكتر اومنتوم يعني ما بين الكولون والانتير ابدومينال وول، بتبقى الى حد ما ايه ديفايند لارجر اريا برضه فات دنسيتي وهيزنس هنشوفها بعد شويه يعني. فاحيانا ما يلخبطوش خالص تقول وتبقى رايت سايد، احيانا ما يلخبطوش خالص، واحيانا تيجي الدنيا يعني ايه ده تمشي كده وكده يعني. بس في اثنين ديفرنشال ممكن هنا يتقال، في معنى ذلك ما يعني صعب. في مالتي لوكيلر سيست او باي لوكيلر سيست كده موجوده بوستيريور تو ذا ريكتوم، تبقى ما بين الريكتوم والكوكس. ايوه بالظبط. وفيها كمان هي هايبر انتنس في التي 1 وانترميديت كده في التي 2، يعني فيها بروتينيشيس كونتنت عالي. دي اسمها تيل جاد سيست. تيل جاد سيست الديفرنشال الوحيد المقبول انك تقول ريكتال ديبليكيشن سيست، في معنى ذلك يعني هي دي تيل جاد سيست بتبقى اسوشيتد بمالفورمد سيكرم كوكسكس، بس انا عشان هنا مش جايب الكوكسكس فمش قادر اشوفها. بتبقى الكوكسكس كده ايه يسموه يعني بيبقى سمول فيري سمول وكيرفد انتيرو بوردر وكده، بيبقى اسمها تيل جاد سيست.
امبريوستاين ده بتاع سيكال فولفرس. طب ليه مش سيجمويد فولفرس؟ انفيرتد يو ماشي، بس احيانا كتير على فكره انفيرتد يو دي يعني تبقى خادعه، يعني ساعات تيجي المنظر كده وساعات تيجي المنظر كده. الهاستريشنز بالظبط، الهاستريشنز دي بريزرفد هاستريشنز دي دي سيكال فولفرس، معاها كمان سمول باول ابستراكشن ده اكتر مع الايه؟ عشان انت قلت لي خلاص لازم افكر منه. دي ايه؟ اف ان اتش جدع. ليه بقى؟ لان فيها سكار برايت 52 وديليد انهانسمنت للسكار، طبعا واخده ايرلي انهانسمنت بس دي ما تفرقهاش عن الاف ال فايبرولاميلا كارسينوما، لانها الاثنين بياخدوا ايرلي انهانسمنت، لكن السكار بتاع فايبرولاميلا 2 تي تي 2 لو والانهانسمنت السكار بتبقى لو في الفايبرولاميلا. ايوه والانهانسمنت مفيش انهانسمنت على فكره، بس خلينا مفيش انهانسمنت. كمان انت مستعدش انهانس الايه؟ كمان الناس عدت انهانس بالظبط. هو اصلا تعتمد على الدليل انت خدته قد ايه؟ الايه؟ يا صاحبي الكلاسيفيكيشن كمان كان بيتكلموا الكلاسيفيكيشن، بس مقياس برضه في كل الحالات. فايبرولاميلا كارسينوما السكار بتبقى كالسيفايد اظن في حوالي 20% من الحالات بس او حاجه زي كده. مانجيوما يعني احنا مش هنفرق الديليت مانجيوما. لا خليك كلاسيك ان الديليت انهانسمنت مع الاف ان اتش. اه مانجيوما ماشي برايت في طبعا فيري برايت في التي تو لوبيوليتد بوردر. هنا بقى في الارتيريا الواحد نودولار بريفرال انهانسمنت سنتريبيتال خلاص دي تيبيكال هيمانجيوما ما فيهاش اي مشاكل. لو جاينت هيمانجيوما ايه الكومبليكيشن اللي بتيجي فيها؟ لا كونسامشن كوكيولا. ايوه بالظبط الجاينت هيمانجيوما، الجاينت هيمانجيوما بيخافوا من حاجه اسمها كونسامشن كوكيولوباثي اللي هو اسمه ايه؟ كذا باث انفيزيميتس كوليسيستايتس. انفيزيميتس كوليسيستايتس ده فيري فيري يعني سيفير انفلاميشن. اه ده توكسيك ميجا كول ولا ده مش نيو شيب؟ سيجمويد فولفولس وادي الايه؟ النيو شيب سيجمويد فولفولس وادي هنا الكوفي بين ابييرنس. سيجمويد فولفولس بقى ما فيهوش فوستريشنز، السمول انتستين ما هياش يعني مش باينه قوي بس هي ما بتبقاش ابستراكتد في الغالب. ال بيبقى دايركتد توورد ذا ليفت هايبوكوندريا احيانا تبقى تو ذا رايت برضه. ال احيانا بتبقى الفيتنج ليفت هيما دايفرام الاكسس الاكسس انا فاهم هو الاكسس بتاع السيكم بيبقى دايركتد تو ذا ليفت، اما السيجمويد بيبقى الاكسس بتاعها دايركتد تو ذا رايت. لكن يعني زي ما انت شايف هنا ساعات ده ايه سبب المنظر ده اصلا؟ لا ايه سبب المنظر قصدي ده اللي هو الباند ده اللي احنا شايفينه الكافي بين ده اللي هو الاوبوزيشن للوول هي لفت ودولت الاثنين الاوبوزنج ايتش اذر فدولت احيانا كمان اوكي انتوا شايفين هنا ان الريكتال وول مفيش خالص. الحل بتاع العيان ده لازم المانجمنت تبقوا عارفينه ايه؟ ريكتال تيوب جدع. ريكتال تيوب از فيري امبورتنت وايمرجنت. تدخل ريكتال تيوب يحصل على طول دي كومبريشن. جت مره في تخصص شفاف لو ما اتحطش ممكن تبرفوريت العيان يموت. لو حطيت ريكتال ساعات من كتر ما الدنيا بتلخبط يحطوا ريكتال تيوب وما ما يحصلش ديفليشن وتطلع في الاخر سيكال فولفولس. انا شفت حاله كده. لكن يعني هما يعني دايجنوستيك يعني ايه؟ دايجنوستيك يعني يعني لو كايموس ربيوتك تست كده. هو بينط ليه كده؟ كرونيك بانكرياتايتس. انا مش عارف ده ايه الحقيقه. هي ده كرونيك بانكرياتايتس دي بتاعه اللي هي الايه؟ ايبيجاستريك كالسيفيكيشنز الونج ذا ايه؟ ذا اناتوميكال يعني ديستريبيوشن اناتوميكال سايت بتاع البنكرياس. فده كرونيك بنكرياتايتس في موست كومن ايه؟ السهم بيشاور على ايه؟ الابيض ده يعني السهم هو ده سهم؟ والله ما عارف ده ايه يعني انا بحاول افهم ده ايه مش عارف بس على كل حال غالبا ده كان عيان مثلا ما علينا مش مشكله. المهم الكومن سكوز الكرونيك بنكرياتايتس الايه؟ الكحولك ديفايزر. خلاص بقى انتوا حفظتوها من المره اللي فاتت دي يعني. وليه ديفايزر؟ ليه ديفايزر عشان بس اللي ما يعرفهاش ليه دي بانكرياتيك ديفايزر؟ في ضغط
التو داكس مش داخلين مع بعض. في ضغط بتاعه البنكرياتيك بادي والتيل رايحه لوحديها في الماينور بابيلا، وضغطه ثانيه صغيره خالص بتاعه الهيد رايحه في الميجور بابيلا، ممكن كروسنج ايتش اذر كده. يعني معنى كده ان البنكرياس كانه اتقسم لتو بارتس، واحد دورسال بنكرياس اللي هو واخد البادي والتيل بيدرين لوحده بضغط لوحده في السكندري ماينور بابيلا عن طريق ضغط اللي هي الضغط في ايه سانتوريني يسموها سكندري ضغط. اما البنكرياتيك هيد بيدرين في الميجور بابيلا بالمين بنكرياتيك ضغط. طبعا ده يؤدي لان المين سيكريشنز من البنكرياس بيدرين على حته صغيره اللي هي الماينور بابيلا، فبتعمل فيها ريليتيف ريكارنت بنكرياتايتس. كمان باين ضغط ده فتحه مع الفنترال عادي مع الميجور مع الميجور بابيلا عادي ملهاش دعوه. كمان باين ضغط ملهاش علاقه بالموضوع، لكن هي المشكله في ان الماينور واخد اغلب البنكرياس، الماينور بابيلا واخد اغلب البنكرياس، هي دي مشكله دكتور. ما ربنا جدا. هو الاصل ان الفنترال بتفتح في الدورسال اصلا، مفيش دي يعني يونايت معاها، المفروض الدورسال والفنترال يونايت مع بعض ويفتحوا في الميجور بابيلا. يعني مش كل واحد كمان بايتر مع كومن باي. مين بيفتح المانور؟ احيانا مفيش حاجه، واحيانا يبقى في ميجور وما يعني يبقى في اكسسوري ضغط رايح على المانور. لكن ان هنا نبقى ان المين بنكرياتيك درينج ثرو الماينور بس، هو ده المشكله. واحنا ساعات بنشخص المشكله ده الانجلر بنكرياس من منظر ضغط الانجلر. هوريك حاله لف لافف كده هتوصل منظر ثاني غير ده، مش هوريه لك حاجه. دي طبعا كرونز وعامل بقى ايه ستريكشر كبير جدا وفيستلاس تراكس. ترمينال اي ام افكشن ستريكشر سترينج ماشي سترينج ولا مش سترينج في الاخر. الموست كومن هنا الكرونز، وزي ما قلنا الديفرنشال بتاعه قبل كده يعني مش ناس عامله انفيكشن لا، هو مع الكرونز بقى مع الكرونز بيبقى فيه باول سيبريشن. والباول سيبريشن ده بيبقى كرونز او ليمفوما في البروف ده بالوايت. ايه بقى اللي بيعمل الباول سيبريشن في الكرونز؟ فايبروفاتي انفلتريشن في الميزنتري و والليمفادينوباثيز. والليمفادينوباثيز طبعا في الليمفوما الماسيف ليمفادينوباثيز، حتى ساعات يسموها في الكرونز يقول لك ايه براود لوبس. الله يعني ايه براود لوبس؟ لوبس واقفه لوحديها كده فخوره بنفسها. حشيش من نوع ايه ده؟ ايه ده؟ بورسلين؟ بورسلين والبلادر وايه كمان؟ ماكس. بالظبط. يعني في انتربشن للكالسيفيكيشن بتاعه البورسلين. البورسلين ده مشكلته في ايه؟ فممكن يحصل عكس. يبقى لو لقيت ان البورسلين وفي انتربشن في الكالسيفيكيشن في الوول، شك ان حصل فيه سكندري ايه؟ بول بلادر كارسينوما. لا جول 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 عشان مشاور بس الدول حد شايف حاجه طبعا كل سمول انتستينال اوبستراكشن. العيان مش باين مش باينه قوي بس سهل الاشاره على حاجه، لكن هنا في ستون كبيره. هوريكم حالات ثانيه برضه. دي جول ستون ايه اللي هو ليها ريجلر ترايات اللي هو ايه بقى اللي هي سيمت سكول ستاند. يعني لا يعني ما تقولش سيمت سكول ستاند. سمول باول او ايروبيا يعني غالبا بتبقى في الدرمال. ممكن تبقى ما هو خلاص احنا قلنا اير في الايروبيا وسمول باول ابستراكشن وستون. ستون موجوده في السمول باول موست كومنلي في الدرمال ايليوم، لان دي اضيق حته هتتحشر في الدرمال ايليوم، وممكن تيجي في الجيجن ممكن تيجي قبل كده. ده الريجلر ترايال. امال ايه الشارك ترايال؟ ده ريجلر سايد. ايه بقى الريجلر سايد؟ عكس الفوتبول يعني. وفي ريجلر لا ريجلر سايد دي بتاع النيوم بريتوني. ايه بقى دي؟ ثانيه كولنجايت ولا ده هاير بروفيروت؟ ولا
لا هي مش واضحه قوي للاسف، بس يعني هحاولها لكم يعني، بس مش مشكله مش واضحه قوي يعني. طب هسألها لكم شويه، ده تي 2 ماشي، وده ان فيز واوت اوف فيز. العكس لما بيضغط في الاوت اوف فيز حصل ريفرس. ايوه بالظبط، ده عكس الفاتي ليفر، عكس الفاتي ليفر الوحيد. الطبيعي الطبيعي ان في الاوت اوف ان في الان فيز الليفر ابيض شويه، لما تيجي في الاوت اوف فيز اسود، يبقى في مايكروسكوبيك فات، ده الفاتي ليفر. لكن ان هو تلاقي اسود في الان فيز يبيض في الاوت اوف فيز، ده في الهيموكروماتوزز او الهيموسيدروز. تفرق بقى هو ده هيموكروماتوزز ولا سكند الهيموسيدروز عن طريق الديستريبيوشن بقى. لو البنكرياس افكتد يبقى ايه؟ لو السبلين افكتد سكند اللي هو الهيموسيدروز. البرايمري بيبقى معاه كمان كارديوميوباثي، وده بيموتوا بالكارديوميوباثي او ب اتش سي سي، بيبقى يعني بيسكند او ريسك فاكتور للديفلوبمنت للايه؟ للاتش سي سي. تمام؟ طب معلش انا اسفه، البرايمري ممكن ياخد ليفر وبانكرياس وهارت، ليفر وبانكرياس وهارت، وما ياخدش سبلين خالص. لا ما ياخدش سبلين، سبلين سكند. السكندري يجي الليفر والسبلين واحيانا الليمفوز. تمام كده، هو برضه نقط، هو بينط ليه؟ طيب ده فعلا very long smooth stricture في الاسوفيج. الديفرنشال دياجنوز بتاعنا اول واحد بيتقال بوست كوروزيف، ولو ان الانسيدنس بتاعك يعني بيتقال شويه، لكن يعني ماشي بوست كوروزيف. ايه تاني؟ ايه الاسوفيجايتس؟ ايه اللي يعمل very long stricture في الاسوفيجايتس كده؟ هيربس ما بيعملش ستريكشن. هيربس السوبرفيشال التريشن بيعمل اصلا ما بيعملش ستريكشن. لا بيخف الحمد لله، بيبقى كويس زي الفل. لا راديشن، راديشن راديوثيرابي لونج تيرم نيزو جاستريك انتيوبيشن. واحد قاعد في رعايه شهرين ومركب براي بيحصل عليها فايبروزس. ايه تاني؟ كان في دراجز دراجز بتعمل فوكال، تيجي فين الدراجز؟ عند الاورطه. ايوه بالظبط، الدراجز ممكن تعمل ذات التترا سايكل كان مشهور بيها، يعمل ستريكشرز فين مكانها؟ في الحته اللي الدراج هيوقف فيها كتير، فهيعمل اريتيشن فيها. عند الكروسنج الليفت مين ستيم برونكس، عند الاورتيك ارش، عشان برضو دي الحته اللي فيها اندنتيشن شويه، عند الايه؟ عند الاوتوجين هيكس، جهاز الاوتوجين زون. فدي دراج انديوز ديستريكشن بتبقى مش لونج برضه بالمنظر ده. هو اهمهم الكروزر والنيزو جاستريك تيوب والراديوثيرابي ديفرنشال. دي ايه بقى؟ فلويد ليفل كبير. فلويد ليفل كبير فعلا، بس ده واحد بس. بس كبير؟ بس كبير اه. الايه؟ كلوز لوب. برافو. هي لما نيجي نقول سمول او نقول انسان اوبستراكشن لازم مالتيبل اير فلويد ليفلز. لكن لما نلاقي فلويد ليفل واحد وكبير قوي كده، ده كلوزد لوب اوبستراكشن. ايه بقى اللي يعمل كلوزد لوب سنترال وبالمنظر ده والهستريشنز؟ لا دي حاجه اسمها، كنت متخيل انتوا هتعرفوها دي. دي حاجه اسمها سيكل باسكيول. ايه السيكل باسكيول ده؟ ده فاريانت من السيكل فولفوس، بس فيري بناين، ما بيبقاش فيه تويستنج كده، هو مجرد فولدنج للسيكم. فلما حصل فولدنج للسيكم حصل ان حصل نوع من الاوبستراكشن من غير تويستنج للميزنتري يعني، فما بيبقاش فيه هو نوع من يعتبر من السيكل فولفولس بس بناين، او نوع من الكروز لوب اوبستراكشن. فده سنترال دايليتد باول لوبس وذ هوستريشن وفيها فلويد ليفل از سيكل باسكيو. ده يعني انت مين ملهاش ديفرنشال. بعد ما عرفتك معرفتك بينا كل ده تعرف تطلع منا سكيل سكيو. يعني بس انتوا عرفت حاجات جامده يعني شويه يعني، اشمعنى دي؟ ما علينا. ده برضه فيري نفس الكلام، دي دايفرتيكولار ديزيز ودايفرتيكولايتس. دي نفس الموت بتاع السينما. لا ده ادي الاسوفيجس نزل، الاستومك راح تطلع فوق وراح الديودينم راجع كده، يبقى ده ايه؟ فولفلس.
لا ده اورجانيك اورجانو اكسل لا مش اورجانيك ده مش اللي ليه ماشي مش هو البيتا كيرف الكيرف بيطلع فوق ده ما هو ده احنا هنا كده ده الجريتر كيرف دلوقتي بجد بقى اصلا ده شوف انا رايح على ايوه استنى كده تعمل كده ايوه قلب ما هو ده دلوقتي ادي ادي هنا ادي الجسر الاوبجيكتيف جانكشن بقت هنا وهي كملت كده لكن ادي الجريتر كيرفتشر اللي هو المفروض كان يلف كده هي لفت كده ورجع ادي الديودر بقى هنا الديودر هنا هنا ممكن اعرف لانه كبير يعني سيبته اصلا ممكن بس كده انت بتعمل كده يعني مين بس ما بص هو ده كومن هو الاورجانو اكسل دايما اه طبعا الاورجانو اكسل احنا دايما ناخد الاورجانو اكسل تقريبا 90% من الحالات الاورجانو اكسل حاجه زي كده دي بقى ايوه ايه لا دي هي ايوه كده بس مانكرياتك ايه لا اللي هو حوالين الحوالين الوايدنج ستيكر ده وايدنج ستيكر widening للC curve of the duodenum widening very widening وفي abnormal mucosal pattern للديودينم وللانترام وللديودينم وفي widening للC curve loop ده pancreatitis لكن ممكن pancreatic malignancy ممكن في pancreatic cyst لكن يعني هي حاجة ايه اللي محاوط او ايه اللي الديودي لما حاوطه هنا كده البنكرياس فهو لما بيكبر ويعمل inflammation وهو يعمل حاجة اسمها widening للسودو pancreatic ما تنفعش annular pancreas لا annular ايه بس بتاع ايه هو الانيولار ما بيعملش widening annular ما بيعملش widening ليه ده الديودي لما بيقول انت اللي ايه الاول عايز اقول pancreatic برافو يا ممدوح صح pancreatic هنا الوايدنينج للسي كيرف ده يعني انت بتستغرب اصلا مالتيبل فلويد ليفل حد شايف حاجه ثاني ومرابشر في ايوه بالظبط في اير عجيب هنا كده واحنا قادرين نشوف كذا باول لوب بصوا هنا بقى السي تي بتاعه نيوماتوزس برضه في نيوماتوزس انتستاينال فين بقى برضه بنكرياس ليه فايلورس ايه كمان يعني فايلورس داخل على الفيرست بارت اوف ذا ديودينم وداخل على جزء من البطي برضه بتاع الاستومك يعني فدي برضو الديفرنشال بتاع حاجتين اساسيتين الليمفوما والادينوكارسينوما كانوا بيقولوا لو لقيتها معديه الفايلورس لحد الديودينوم سسبكت الليمفوما الحقيقه ان الكلام ده ما هوش اكيوريت قوي لان الادينوكارسينوما كان دو ذا سيم ايه اللي حواليها سمول يعني الليمف نودز دي بتبقى جاستريك كارسينوما تقصدي الليمف نودز دي الليمف ادينوباثيز ممكن تحصل مع الاثنين طبعا بس الليمفوما از فيري لارج بالكي هوموجينس ادينوباثيز طبعا ممكن تلاقي معاها بقى سبلينوميجالي وبارا اورتيك ادينوباثيز سبليني فوكال ليجنز كل الكلام ده يرجح لك الليمفوما لكن لو ما لقيتش كلام من ده الادينوكارسينوما از ايه از فيري فيري كومن ديفرنش اي كان جاي عندنا الليمفوما بس انا بقول الحقيقه يعني الادينوكارسينوما يعني معقوله غير ان هيد ولا بنت عاديه هيد بتاعه ايه مالها دي طبيعيه اه زي الفل بس زي الفل صباح الفل بس كانوبينج ده مش كانوبينج وعامل كمان ايه انفيجن للسبلينيك بارينكيما عامل كمان انفيجن ساعات السكالوبينج السكالوبينج ده بيجي ليه لانه بيبقى غالبا سبكابسولار ديبوزيشن ساعات كمان مع التنشن يزيد والكميه تزيد يعمل ايه يقعد يحفر ويعمل انفيجن للبارينكيما سواء الليفر او او الايه السبلين بالذات هنا واضح جدا طب هي دي ما تنفعش هي اللي في الرينا اللي هي كارسينوماتوزس ما بتعملش السكالوبين بصوا برضو في فرق خدتوا بالكم كمان من الميتاستاتيك بالمونري انفيدرام بصوا البريتونيال كارسينوماتوزس غير السودوميكزوما بريتونيال البريتونيال كارسينوماتوزس هنشوف حالات دلوقتي ليها السودوميكزوما از جيلاتينس اسايتس سيفير مالتي لوكلر سيست يعني كانها مالتيبل سيستيك ليجنز عامله سكالوبين
دي سودوميكزوما بريتونيال. اما البريتونيال كارسينوماتوزس او البريتونيال ميزوثيليوما او الميتاستاسيس احيانا كمان تلخبط في التي بي. كل دول بيبقوا بريتونيال ديبوزيتس ماسز سوليد ماسز سوليد ماسز مالتيبل بريتونيال ديبوزيتس اومنتال ماسز تعمل حاجه اسمها اومنتال كيك بريتونيال ثيكنينج لكن ما تبقاش سيستيك ماسز ولا اسايتس بالمنظر ده تعمل الاسكالوبينج ده. انا عايز اقول الديفرنشيشن برضو ما بين هل ده ميوكوزال ليجن هل هو الاول ليومينال ليجن يعني انترا ليومينال طيب هل هو ميوكوزال طيب فضل هل هو سب ميوكوزال ولا اكسترينسك ودول الاربع اماكن اللي احنا بنشوفها طيب ده اكسترينسك مش معنى بقى عشان البوزيشن او يعني الول بانينج لما ميكوزا كويسه هي طبعا مش انترا اليومينال هنا والميكوزا كويسه فما هوش ميكوزا فضل الصاب ميكوزا اللي هي الاكسترينسك هنا بيلخبطوا جامد يعني ممكن يلخبطوا جامد هل ده بيبقى صاب ميكوزا ولا اكسترينسك بس لو لقيت ان الباريم يعني نفس المنظر ده بس في باريم مكمل من الناحيه دي يبقى صاب ميكوزا لكن لو لقيت مفيش حاجه خالص تبقى اكسترينسك هنا ده كان اكسترينسك فعلا عامل بوستيريور اندنتيشن اوسوفاجس كان ايه بقى اليومينال الاستين اي واحد فاسكولار رينج بس هنا اشهرهم زي ما قلنا رايت ادفانت فايز اوف كليفين عايزين نبص بقى على الـ على الاي بي نشوف هل ده رايت ارش ولا ليفت ارش يعني الصوره قريبه قوي طب انا اعرف انا واقف يعني بوستيريور ولا انتيريور السباين اهو لا احنا قلنا مش طبعا ده سباين يعني هو السباين ممكن يبقى قدام لا بس الصوره زوم دي ماشي ما هو الصوره زوم دي يعني بس يعني انت تعرف يا دكتور رشا لا واضحه واضحه اصلا ان هو ده نفس اللي في ده لا ده بنا ده رايت 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 طب فين واضحه ده ديفرتيكولار ده فين كل حته هنا هنا وهنا بس كده لا في فيلينج ديفكت في بول ايوه في لارج فيلينج ديفكت هنا كمان اشوف الدايفرتيكولار اللي عليه ايوه ده طب وده يعني انت شفت دي وما شفتش انا شفت البتاعه دي بايه زحنيق جوه طب والبتاعه دي لا ما بحفظش انا الحاجات دي مش كده دي لارج فيلينج ديفكت في البوينتر البوليبس بقى وانواع البوليبس وانواعها والديستريبيوشن شغلانه بقى موضوع بس ممكن يعني نحاول نختصره في قليل من الوقت يا الدنيا بتيجي الوقت بيجي بسرعه هو ايه البولر هيد ساين بتاعه الايه في حاجه اسمها بولر هيد بولر هيد هحاول لك حالا هجيبه لك لا مش دي ما هي هوريها لك حالا بصت لنا بقى بصت فين الديفكت وبوليبويدن وداخل على اليومن يبقى بوليب لو واحده كبيره مثلا في الريكتم وكده يقولوا عليها ايه ادينوما يعني ادينوما تس بوليب يعني بالذات الفيلاس ادينوما لكن بقى مالتيبل بس مش بوليب لا ما تخش فين بقى على حسب لو في كولون يبقى اول واحد جميل ادينوما تس بوليبوز لو لقيت معاها حاجه تانية حاجه تانية يعني جايب لك مثلا صوره سي تي مانديبل ومعاها اوستيو او سي تي مثلا ومعاها ديسبويد تيومر في النص يبقى جارنر ماشي لو معاها ميدالو بلاستوما او معاها جلايو بلاستوما تبقى ترك ترك سندروم كل دولت ادينوماتس بوليبس عيله واحده تمام لو لقيتها سمول باول بتبقى بيج شوجر ويقول لك بقى ان بالهيستوري في ميوكوكوبينيس بيجمنتيشن بري اورال بري ان مش عارف ايه معاها حاجات تانية ممكن يجي بمانيفيست بي انت سبسبشن بسبب السمول باول ايه بولوكس دي يبقى دي بيج او بيج شوجر ده حاجات دولت بقى مش ادينوماتس دولت هامرتوماتس بولي هامرتوماتس بولي لكن بتبقى اسوشيتد بماليجنس حته تانية برضه في حاجات تانية زي كاودن سندروم كاودن سندروم بيبقى برضو معاه الثلاثه دول الكاودن بيج جوكر والكاودن والكونج هاي كندا دول بيبقوا كلهم هامرتومات سبونر في ناس كمان تقول لك الكونج هاي كندا ده انفلاماتوري هايبرتروفيك كونج هاي كندا سندروم ده بيبقى في الغالب ده الوحيد اللي ما معهوش مالجنس يعني مين؟ كندا ده ما معهوش مالجنس خالص اما البيج جوجر بيبقى معاه الكاودن معاه طبعا الثلاثه بتوع الادينوما دول بيبقى معاهم يعني عنيف فاضل ايه كمان بس هو بيقول جوفينايل بوليبوز الفيلهارسيا بول
لا بقى السودو بوليبس والفاين فاين فورم بوليبس بس بيقول كان كان في فرق ان هو البيتس شوجر ده كان بيسبير الاستومك عكس كل الاكل ايه بيسبير الاستومك اساسا لا الاستومك صح الاستومك صح ده كان الاستومك صح في واحد مور فرق يعني الفرق بين البيتس شوجر والكرافيك كده واحد مور موجود في الاستومك وال يعني في واحد فيه بيسبير اه بس انا مش فاكر ايوه مين فيهم بقى الاولاني البيتس هو بيسبير ستريكشر في يعني تقريبا سيجمويد وفي سمول دايفرتيكلي تفتكروا ده مالجنانت ستريكشر ولا دايفرتيكلايتس تمام معانا دايفرتيكلي ما هو دايفرتيكلي فيري كومن ما يمنعش ان واحد عنده دايفرتيكلر ديزيز ويجي له مالجنانت ستريكشر وزي ما قلت لكم الديفرنشيشن هيبقى خلاص ده عندنا مالجنانت ستريكشر ولا دايفرتيكلر ديزيز لو فيري شورت لو هو الريجلر ميكوزال باتر الشولدرنج هنا الحقيقة يعني مش باين قوي حاسه الشولدرنج هنا مش فين ما اه اهو ده الشولدر وشه هنا ده يعني الحتة دي مش تبع الستريكشر دي الحتة اللي نورمال في الفيلم لا اهو ده الستريكشر اه يعني الحتة دي بقى اللي مش تبع الستريكشر طلع مبارتي دولت ايه بقى؟ شمعنا؟ ده فاميليا الادينوم ايه بالظبط دولت مالتيبل بوليبس بيتشافوا بقى اند اون بيتشاف الايه كانه رينج شادوز كانها رينج شادوز اللي هو الحواف بتاعت البوليبس دي لو كولون خلاص يبقى فاميليا ادينوم سبليفوزز اول واحد بيعملوا لهم ايه دولت؟ ده بقى البولز اي ده بقى البولز اي هي زي الاسس بس كبيره يبقى فيها في النص سنترال امبليكيشن يسموها سنترال التريشن ديفرنشال دايجنوست بتاعها في الاستومك مهم جدا كذا حاجه بقى لو سوليتري ولا لو مالتيبل قسموها كده لو سوليتري ولا لو مالتيبل يا عم بسال بالراحه لو سوليتري ولا لو مالتيبل لو سوليتري لا ممكن بس هي اشهرهم طبعا في الاستومك تارجت او روتس اي لو سوليتري شك في ادينوكارسينوما اللي هو برايمري مالجنسي ماشي او جيست لو سوليتري لو مالتيبل ميتاز سبيشالي مالجنت ميلانوما عشان بس الموضوع متعالج او نيوروفايبروماتوز حاجه كتير من ايه ريست دي برضو بتيجي في الـ في الـ في الـ من الديفرنشال بتاع السوليتري بس البنكرياتيك كريست دي بتتقال في حاله معينه كمان بتيجي لا مش بنتكلم عن البنكرياتيك انا بتكلم عن اللي هو التارجت ساين او البولز اي ساين ده بسبب البنكرياتيك كريست بتيجي في الجريتر كيرفيتشر ماشي سوليتري بنكرياتيك كريست ماشي سوليتري عند الجريتر كيرفيتشر وسمول اشكال كولكشن ممكن تبقى بس كولكشن لا لا ممكن في سنترال اوسيليشن لا لا دي سنترال اوسيليشن البنكرياتيك كريست دي عباره عن حته من الاستومك لايند باي بانكرياتيك تيشو فكانها حته بنكرياس صغير جوه الاستومك وبيفتح كمان احيانا على الاستومك بضغط عشان كده ده سبب السنترال اوبريشن تعمل البولز اي ده بس سوليتري عند جريتر كيرفيتشر وفيري سموث فروم هيب الاندوم وان هيب الاندوم بيعمل ايه كمان فروم هيب الاندوم لا لا انا قصدي من هنا يعني يعني سيسس في اي ليبر سيسس يعني سيسس كل حته ممكن دينا سيركارسينوما سيرس سيرس سيستا دينوما في البنكرياس وفي كروموسايتوما الثلاثه دول مهمين في الابدومينال مانيفيستيشنز بتاعه البول هيكل بنكرياتيكو بلاستوما لا لا ده قصه ثانيه تلمسنا ولا ايه ايه ده الصوره وحشه شويه بس باينه يعني لا هي في حاجه في النص بس انا طب حاجه في الكور طيب في بقى فكره اه وعامل ايه بقى وعامل ايه في الكور ايه
الصوره وحشه شويه. طب مش مشكله هوريكم صوره احلى شويه. بس باينه طبعا. بس باينه باينه جدا. يبقى ايه ادينوكارسينوما؟ انيولار ادينوكارسينوما. يلا ده واحد عنده 70 سنه. في حاجه كانت فايد ايه؟ كانت فايد لا في اليمين ده كوستو كوندر ستون سيديس فايت. ايه الريبس خلصت يا جدعان؟ احنا في البطن دلوقتي. بساب كوستر يا مان حاجه في كيب قول حضرتك. جول بلادر. لا بورسلين جول بلادر. بورسلين جول بلادر ومعاها برضو انترابشن للكالتيفيكيشن تو سسبكت. مشكلة ان انا شعرت سنبتة كانت مرعبة. ايه بقى دي؟ لينايتس بلاستيكا. لوس اوف ميوكوزا الباترن و الونجيتد ستومك ابنورمال شيب يعني. ممكن بالبلين اكسري لوحدة. لينايتس بلاستيكا. لينايتس بلاستيكا. هي هي ده الستي بتاع الحاله دي على فكره. اه ما انا بقول لك لا وش ما وش ايه ده اللي انت ايه هو ايه معلش. لا يا طبعا طبعا بيخلي صعبه يعني. اهم حاجه يا باشا اهم حاجه يعني جايبها على الصوره دي مش فاكر. يعني مش طيب هو ايه الموست امبورتنت او ايه الويندو اللي بتستخدمها عشان تشوف اللانج ويندو عشان تشوف النيوموبريتونيوم؟ ايه ده بقى؟ ولا ريفرس؟ لا في حاجه فانتل ولا ايه؟ قلت كل حاجه ما عدا الديوتنم دي. طب ايه رايكم في البتاعه دي؟ ده مش ديوتنم. احنا لسه ما دخلناش في الديوتنم. الديوتنم هنا هنا اهو هنا في الليزر بتاع الانتر. ده اسمه ايه ده؟ الساين ده الليزر ساين كارمن منيسكا ساين. ده اسمه كارمن منيسكا ساين حاجه منيسكا ليجن كده. ده بتاع ايه بقى؟ مالجنت ألسر. كارمن منيسك الساين ده indicating malignant ulcer. هم الهامبتون لاين بتاع عند البيز اوف ذا ألسر. تمام. بس سبرو سبرو سيركيليشن وسيجمنتيشن هو دورتي دورتي لوكشوال برين اللي وقع. هو ده سبته بره في منظر الوش. البرين اللي وقع ايه؟ بره ده منظر السيرت ده هو مش بره هو في الكورن بس حصل له دايلوشن وفلوكيوليشن وسيجمنتيشن وبتاع. لكن طبعا كمان الجيجنال فولز انا مش عايزكم تعتمدوا على دي لان دي مش هتلاقوها دلوقتي خالص. لكن هي ده معمول في مصر. هو معمول في الجامعه هنا بريم عمره ما اشتغل. المنظر ده المنظر ده موجود في كل الحالات عندنا في مصر. يعني ده مش دايجنوستيك عندنا الحاجه اللي كل البريم عندنا بيعمل المنظر ده. لكن هو ده لا عشان نخلص يلا. بالظبط فيلين او فيلاين اسوفيجس ده بيبقى سببه ايه ده؟ ريفلكس. ريفلكس اصلا ريفلكس ده بتبقى ترانزينت فينومينا مالتيبل ترانسفيرز فولز في الاستومك في الاسوفيجس. لو لقيناها دي شبه المنظر ده بس كونستنت ما هواش ترانزينت وبعدين العيال ما عندوش ريفلكس اصلا شك في ايه؟ لا داريكوز ازاي بقى داريكوز ما بتبقاش ترانسفيرز كده؟ لا كانديديز ازاي بقى احنا مش كده؟ حاجه اسمها ايزينوفيليك اوسوفيجايتس بيجي بمالتيبل رينج لايك فولز في الاسوفيجس. احنا خلاص بقى كابل ستون ابيرنس بتاع كرونز. فزنا كرونز لما زهقنا كرونز كده هو راح فين؟ طيب ايه دي بقى؟ جرانيولار ابيرنس للميكوزا ولوس اوف هوسبريشنز. لازم بقى لما تلاقي ألسترات كولايتس تراجع الكولون كويس جدا جدا عشان تشوف لو في ايه؟ ماس. لانها بتبقى اسوشيتد بكولونيك كانسر اسوشيتد بايه كمان؟
الانز كولانجيو كارسينوما برايمر سكليروزنج كولانجيتس مش اسيندنج برايمر سكليروزنج كولانجيتس و كولانجيو كارسينوما و ساكرويجايتس. دي ايه بقى؟ بنين ولا مالجننت دي رايت؟ دي بقى عباره عن الاستومك في العين بالظبط. اوت لاين او بروجيكتنج اوت اليومن تبقى غالبا بنين، لكن المالجننت انكروتشنج على اليومن لانها بتبقى في الغالب ماس وحصل عليها ايه التريشن. بعدين ايه الديفرنشيشن برضو ما بين البناين والماليجنانت؟ حاجات تانية قلنا بتبقى في الغالب البناين ألسر بتبقى في الغالب سمول، في الغالب عند الليسر كيرفتشر، في الغالب قريبة من الانترم، بتبقى ليها هامتون لاين عند البيز، بتلاقي ان الماوند اللي هو الألسر ماوند الإديمة تسميكوزة حواليها فيري سموس وثين، ونتلاقي ان الفولس راديتنج توورد ذا ماوند ريتشنج ذا ماوند. كل ده حاجات ترجح لك بناين. اما المالجنت بقى انها بروجيكتنج انتو ذا هيومن مش طالعه اوتسايد الوول، انها تلاقيها ممكن تلاقي جريتر كيرفتشر او كده، ممكن تكون لارج، ممكن تكون الريجلر ماونت، ان الفورس حواليها نودولار وثيكند الريجلر ونوت ريتشنج تو ذا ايه تو ذا ألسر ماونت. كل دي حاجات بتاعه البناين والمالجنت. وانا اظن ان الديفرنشيشن والحاجات دي اصبحت شيء نظري شويه، ما عادش حد مشخص يسرق ألسر بريمات كله خلاص اندوسكوبي. الايه الكارمن منيسكس ده هو ده احد علامات برضو المالجنت ألسر، ان ده عباره عن ثيك ماوند اراوند الايه اراوند ايه الالتريتنج ماس. لا الهامتون، الهامتون ده بيبقى اظن ان معايا كان عارف هامتون اظن سيركل صغير، لاين صغير جدا عند البيز بتاع الألسر. تلاقي مثلا هنا الألسر هنا كده وفي لاين صغير ليوسنت لاين عند البيز بتاعها فيري فيري ثين. اما كارمن منيسكس ده عامله منيسكس لاين وفيري ثيك وكبير عن كده. ادي المايوماتوز بالظبط، بيسموها ساعات بيرل نيكلاس تايم مش عارف ايه، بيبان اكتر في الام ار اي او هنا برضو باينه، اللي هو ساينس الصغيره زي حاجه شبه الانترميورال دايفرتيكل كده، هي برضو انترميورال دايفرتيكل في جوه. ايه روبتانيسكي اشوف ساينس هو فحصيه يرسم يا ابني ابندكسايتس دي سهله قوي. هنا ابندكولس و ابندكسايتس وحواليها انفلاميشن والسيكم كمان تيكن دول و و فدي ابندكسايتس. طيب هي دي ابل كور، ف يعني المالجنس بس انا كنت باين عشان حاجه ثانيه حقيقه معاها فين الالتريت كويس ده مش باين. لا انا عايز اقول لكم على حاجه ساعات بتيجي اوضح من كده، مش ابل كور بقى، بتيجي الانتيريور ريكتال وول يسموها ايه انتيريور ريكتال وول كرينيوليشن او انتيريور ريكتال وول ايريجولاريتي. ليه ديفرنشال دايجنوست مهم جدا، يعني بنلاقي ان البوستيريور ريكتال وول الحاله دي مش كده يعني، لكن البوستيريور ريكتال وول تلاقيه نورمال والانتيريور ريكتال وول في اللاترال هو بس اللي مشرشر والريجلر ميكوزا و و. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع حاجه زي كده؟ الاندوميتريوز مهمه جدا، بيقول لك على حسب الايدج بتاع الفيل. يونج فيميل شك في اندوميتريوز، 60 سنه 70 سنه اولد فيميل اوفيريان كانسر، اوفيريان كانسر عيانه جايه بفيفر وديستشارج و شك في اي دي وبيلفيك ابس. تمام؟ في حاجه ثانيه بقى، اي واحد عنده برايمري تيومر من اي سبب، يعني ستومك كانسر، كولونيك كانسر، شك في ايه؟ بريتونيال امبلانت، بريتونيال ديبوزيت، لان الحته دي من ضمن الحاجات الديبندنت جدا في البريتونيال كافيتي، فبتعمل بريتونيال امبلانت عنيفه جدا حتى من اكثر حتى البريست كانسر ممكن يعمل هنا. تمام؟ ده كده اهم ما في طبعا الاندوميتريوز مهمه جدا في يونج فيميل. يجي يقول لك يونج فيميل جاي بتشتكي بين وبتاع وكونستيبيشن وحاجات كده، دي على طول تقول ايه اندوميتريوز. ايه دي يا شباب؟ يلا عشان ننجز بقى فاضل لنا سبلينيك ارتري انيوريزم بالظبط. ايه الموست كومن كوز؟ تروما ايه؟ لا مش تروما بانكرياتايتس. بانكرياتايتس ايه دي يا شباب؟ لايكوساركوما بالظبط. اي ريترو بصوا بقى، اي فات كونتيننج ماس ان ريترو بيرتونيال شود بي كونسيدرد ريترو بيرتونيال لايكوساركوما تيك بروت اذر وان. تمام؟
لان الريتروبريتونيال لايكوما از فيري رير، اما الريتروبريتونيال لايكوساركوما از كومن. بعدين هنلاقي سوفت تيشو كومبوننتس وفي ثيك سيبتا بقى، وتلاقي يعني نودولاريتي، اي سيبتا اي نودولاريتي اي سوفت تيشو كومبوننت فاتي ماس تبقى تبقى ايه لايكوساركوما. كل ده ماس، كل ده جزء من الماس. فين الصوليد اللي فوق الكيدني؟ يعني لو الصوليد اللي فوق الكيدني ده مش موجود برضه هنقول لايكوساركوما. برضه لايكوساركوما زي ما بقول لك الريتروبيريتونيال لايكوما از فيري رير، اما الريتروبيريتونيال لايكوساركوما از فيري كومن. ده انا عايز اقول لك الناس تقول لك لو لقيت ريتروبيريتونيال ماس وساركوما، اللايكوساركوما از مور كومن ذان اني اذر ساركوما ايفن وذاوت فات. يعني ازاي؟ لانها ساعات تبقى دي ديفرنشيتد جدا. اه زي الميكزويد فاريانت زي الحاجات دي بتبقى احيانا دي ديفرنشيتد جدا لدرجه ما فيهاش فات، وتطلع في الاخر لايكوساركوما دي ديفرنشيت. بس ساعتها هتبقى ديفرنشال بقى، يعني ساعتها تقول مثلا ممكن مالجن فايبروسيستوسايتوما برضه بيحب الريتروبيريتونيال. يعني اي ساركوما بقى، لكن وجود فات ولو بور على نقطه فات تبقى دي ايه؟ خلاص لايكوساركوما. ساركويد جدع. رايت باراتراكيال هايلر ومعاها هيباتوسبلين وميجالي وفي لينفادينوباثي ساركويد فيرسس ليمفوما. بس طبعا هنا عشان الرايت باراتراكيال والهايلر سيمتريكال الى لحد ما يبقى ده ساركويد اكتر. ساعات بقى تيجي الساركويد ازاي؟ هوريها لكم في حاله ثانيه عشان ننجز. ده برده احنا شبه ستام برينتنج برده كلونيك وول كلونيك دايلاتيشن وفي وول تيكنينج لدرجه ان احنا قادرين نشوف الوول بتاع الكولون جامد وعامل ثام برينتنج. شك اكتر حاجه في ايه؟ شايفين الوول بتاع الكولون عامل ازاي؟ هم شفتوا كل الحاجات دي شفتها بقى ثام برينتنج. ده نفس السي تي بتاع نفس العيان، ده الاكوردينج ساين بتاع السودو ممبرينس كولايتس. ده عيان تاني بقى. صوص بايلاترال سوس ماسز والماسز دي دخلت على السكرم وعامله وايدنينج نيوروفايبروماتوزس. دي تكس فورم نيوروفايبروما نيوروفايبروماتوزس كالسيفيكيشن بقى هو الاورامينتال سي كبير اي بي ام ان تي اورينتال تروبيكال اي بي ام ان سبيد ولا ثانيه واحده كالسيفيكيشن كالسيفيكيشن صغيره مش معقده. طب والكالسيفيكيشن كبيره كبار دول بيبقوا يعني من كده ديفرنشال دايجنوزس اي بي ام ان كرونيك كالسيفيك بانكرياتايتس. لو لقيت كالسيفيكيشن تبقى كرونيك بانكرياتايتس، ما لقيتش دايليتد دكت لوحديها ماشي ممكن تشك في اي بي ام ان اللي هو المين دكت تايب. المين دكت تايب اللي هو انترا دكتال بابيلاري بابيلاري ميوسينس نيوبلازم. لو جت في المين دكت بتعمل بانكرياتيك دكت دايلاتيشن. صحيح ما بيبقاش معاها فرينكيمال اتروفي زي في الكرونيك بانكرياتيتس، لكن كمان ما بيبقاش معاها كالسيفيكيشن. لو لقيت فيها كالسيفيكيشنز تبقى دي كرونيك بانكرياتيتس ما هياش اي بي ام ان. المور كومن تايب من الاي بي ام ان اللي هو السايد برانش مش المين دكت تايب، السايد برانش تايب. السايد برانش تايب هيجي بايه؟ هيجي بسيست. هيجي بانكرياتيك سيست. هيبقى ساعتها ممكن يلخبطنا في سودو بانكرياتيك سيست، ممكن يلخبطنا في مثلا ميوسينس سيست ادينوما. القصه ان انت لو لقيتها كوميونيكيتنج مع البارينكيمال داكت مع البانكرياتيك داكت تبقى اي بي ام ان. هتشوفوا بقى بالاي ار سي بي احسن حاجه. الاي ار سي بي لما يلحق ونلاقي ان الصبغه رايحه على السيست يبقى ده كوميونيكيتنج، يبقى دي سايد برانش تايب. ساعات تيجي ميكسد يعني يبقى فيها مين داكت وسايد برانش داكت. سايد برانش داكت اه. لكن هنا وجود الكالسيفيكيشن تبقى ايه؟ كرونيك بانكرياتايتس. وبارينكيما الاتروفي برضو عنيف في البنكرياس يبقى كرونيك بانكرياتايتس. ايه ده احنا رجعنا. خلاص سيبكم ماشي هي هي. دي بقى ايه رايكم فيها؟ نشوفها ألسر. شوف يعني فيلم ديفكت هي عامله اكيد انجل فينا ماس. طيب هل هي ليومينال سابيكوزال؟ لا سابيكوزال عشان عندها ايوه جدع سابيكوزال جست جست الموست كومن. ممكن تقول والله انت تطلع لايمايوما مثلا ولا تطلع فايبروم. لا فايبروما صعبه قوي هنا لكن لايمايوما ماشي. ما هياش لايبوما بالسي تي لكن يعني صح. لكن يعني هي
طلع الجست مفيش مشكله يا صاب ميكوزل. الجست ممكن يبقى اكزوفيتك ممكن اندوفيتك ممكن يجي جوه اليومن داخل على اليومن. حد شايف حاجه؟ اه في حاجه تحت في حاجه كده في حاجه مش هنا ولا يعني حاجه دي ماس كده عامل زي ايوه بالظبط في لارج بيلفيك ماس بيلفي ابدومينال ماس ديسبليسنج الباول مفيش هنا اير كله والاير كله مسبوق على الناحيه دي الباول وفيها كمان كالسيفيكيشن ديرمويد لارج ديرمويد لارج فيري هيوج ديرمويد ديسبليسنج الباول ادي فات طبعا كوركس كرو اسوفاجس تيرشري كونتراكشنز all the age big of this fish is a nut cracker nut cracker اصلا عندنا سم عندنا انت بقى النات كراكر اللي عندنا معلش ايه 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 اسوفاجيال سبازم هو الكورك سكرو ماشي هو النات كراكر نفس القصه اللي فاتت في لاين او زينوفيليك في لاين او اسوفاجيال او زينوفيليك اسوفاجايتس ايه في اليوم ده بتاع الاوبيوس بتاع كده علشان هي الصفر بتاع الكات عامل كده هو كات لايك ما بنعرفش يعني لا دوبليكيشن سيستم ديو سوبجيل دوبليكيشن سيستم ضغط على اليوم شويه وطالعه يعني تنفع ديفرنشال بتاع بقى اي يعني ستيروميدياستاينال او كده لكن هي اقرب حاجه هنا اسوفجيل دوبليكيشن سيستم لانها لازقه في الاسوفجس دايفرتيكل منين؟ لا يعني شكلها ما هيش كوميونيكيتنج يعني مع الاسوفيجس قوي ما فيهاش لا اير ولا فيها حاجه يعني شكلها مش هتمشي ايه رايكم في دي بقى؟ سب ميكوزل بقى دي سب ميكوزل ولا اليومينال جوه؟ لا سب ميكوزل طيب سب ميكوزل عامله ايه شكلها؟ اسمه ليوما يوما ليوما يوما ليوما يوما ده احتمال حلو وفي حاجه ثانيه لا يعني هي الليوما يوما شخصيه مثلا ميكوزال ليجن الكاركترستيك او السبيسيفيك ساين للليوما يوما عشان شخصها ايه؟ ما هي صب ميكوزال بس ما في حاجات كتير قوي بتطلع صب ميكوزال كالسيفيكيشن صب ميكوزال ماس في الاسوفجس وفيها كالسيفيكيشن از ليوما يوما سبيسيفيك لكن الكالسيفيكيشن از رير يعني ما هواش هو سبيسيفيك بس نوت كام لكن هنا بقى لو لقيت كمان ان الليجن ده عامل بوليبويدال ابييرنس شك في حاجه كمان اسمها ايه فايبروفاسكولار بولي اوف ذا سوبس فايبروفاسكولار بتبقى مطوله شويه عن كده بتبقى يعني هي دي برضو بوليبويدال شويه بس الثاني بقى بتبقى نازله يعني ممكن كمان تشينجينج البوزيشن مع التشينجينج يعني تشينج الشيب مع التشينجينج البيشنت بوزيشن يعني قلبته كده تتحرك لانها فيري موبايل من كتر ما هي ايه بوليبويدال بتبقى انترنيومينال سيست وفيها تايني كالسيفيكيشن الناحيه دي وبالمنظر ده كرينيوليتد ابييرنس والكلام من ده هيدات سيست هنحاول نجري شويه انا عايز نجري يعني اسكم معانا شويه ايوه عايزين بقى نسحى شويه في ناس ايوه اللي عايز اهو ابل فور انت ما بتقولش غير دايبرتيك انت بتدور على دايبرتيك وبعدين ندور على البيت الكور لا قول يا ممدوح عشان يطلع هيعرفوا منين انت بتتكلم برافو يا ممدوح في ناس اهو فعلا قبل كور فين؟ انديوميتريوز لا مش ده الاسنتك الاليو ايوه ده الاليو سيكل الترمينال اليم افكتد وكوند سيكم هي دول حاجتين غير بعض بس ناس بلاي جوز تي في تي في يعني عن تي في كوند سيكم يعني تي في ممكن كرونز يعمل كوند سيكم كوند سيكم يعني ديفورم سيكم معلش بالون زي النورمال ابييرنس بقت ديفورم فده تي في نمره واحد ممكن بقى تيجي كرونز ممكن برضه مش عارف ايه لكن هي تي في اول واحد ستريكشر طب ايه رايكم بناين ولا مالجننت؟ مالجننت
ليه؟ عشان في شولدرينج. طيب تفتكروا ده يبقى ايه؟ سوجيال كانسر. تمام، هو ايه انواع السوجيال كانسر؟ سكويمس وادم. اني المور كومن؟ سكويمس. بص اللي هو upper الانسيدنس تشينجينج فيري رابيدلي. الحقيقه يعني متقاربين جدا من بعض. كان زمان السكويمس، بعدين ابتدى يقول لك النتيجه الريفلكس بيزيد جدا، والريفلكس بيعمل باريت اوسوفاجس بيعمل ادينوكارسينوما، فنسبه الادينو بتزيد جدا، فابتدوا يقربوا من بعض، مش عارف 30% والتاني 35، يعني تحس ان هم ما عندوش فرقين كتير. لكن يقول لك لو لقيتها ميدل اوسوفاجيال تبقى ايه؟ لا، في البارت اوسوفاجس ادينو كارسينوما ماشي، لكن من غير البارت اوسوفاجس لا يبقى ميدل. لا يبقى ميدل. لا بارت ميدل. اه ميدل 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 ميدل. هنا الاوسوفاجيال كانسر يا اما سكويمس يا اما ادينو. الميدل بيبقى في الغالب سكويمس. ده عيان كان جايب ارتكاريا ودايريا. لا ده عنده انكلوزنج ولا ايه؟ لا يعني اقصد عنده هو بس بايلاتر ساكرو ايجنتس. ساكرو اليوتس. لا عنده سكن في السيكل. عنده سكن في السيكل. طب السمول باول؟ لا مش دايليتد. هي سكن دول. يعني في انترايتس. لا. طب طب ده ايه ده؟ طيب الصوره دي جايبها ليه يعني؟ ما انا بقول ساكرو ايه ده منظر ايه ده؟ ده ديفيوز سكليروزس. اوستيوبروزس بون سكليروزس. عيان عنده أرتكاليا بيجمنتوزا وضيارية الماستوسايتوزس. دايفرتيكلي دي أي نوع من دايفرتيكلي؟ اللي قدام اللي هي كيليان جيميسون. كيليان جيميسون كيليان جيميسون دايفرتيكلي لأنها تبقى أنتر ولاترال. بتطلع من كيليان جيميسون تريانجل. ايوه كيلين وعده بتاع الزنكر ما نقدرش الاسم بس. طيب يبقى احنا عندنا ايه انواع الاوسوفاجيال بقى دايفرتيكلي؟ في ماشي زنكر ده فارينجيال بس ماشي ماشي. الابيفرينك تحت الابيفرينك تحت شبه الاستاذ والهيئه السيرنيه طبعا. في حاجه اسمها ايه بقى؟ كيليان جيمسون. ما احنا خلاص فين جنب حاجه اسمها تراكشن دايفرتيكلي. تيجي فين بقى؟ بتستايلم عشان يكونوا ايوه بالظبط. تيجي ميدل اوسوفاجيال دايفرتيكلي بتيجي في الغالب نتيجه اسوشيتد تي بي لينفادينايتس او لينفادينايتس عامله حواليها فايبروزز، فتروح شده على على الوول بتاع الاوسوفاجس تعمل تراكشن ميد اوسوفاجيال دايفرتيكلي، ودي بتبقى فولس دايفرتيكلم. فولس دايفرتيكلم. وفي بارافاري ادي السمول انتستين كعبره لوحديها هنا ما لفتش، وادي اللارج بعد كده اللارج باول متكعبر لوحده على الناحيه الشمال. اه متكعبر. هنا ايه بقى؟ ده دايفرتيكلي. المفروض اعمل انيميشن للموضوع بس على كل حال. في كمان اير فلويد ليفل هنا غريب جدا في البلبس. لما تلاقي اير فلويد ليفل في البلبس هنا عجيب، ده ايه؟ هو الانفيلتريشن دي حوالين ال ايوه بالظبط. في مالتيبل وفي دايفرتيكلايتس، ممكن يكون ده ابسس فعلا بس ده كان جوه البلادر. يبقى ده كولوفيزايكال
فيستلا نتيجه للدايفرتيكولايز. بصوا ادي البلادر، انا جايب الصوره دي بس عشان اقول لكم مفيش اي فات بلينز سيبريتنج ذا كولون فروم ذا يورينري بلادر. دي بدي كله في سايكل فيستلا. لما تلاقي عيان ده فيرتيكولايز وفي اير هنا كده في ليفل ليفل، شكرا ده مكان اليورينري بلادر، مكان اليورينري بلادر. دي بلادر ماشي، يورينري بلادر إليس. إليس جولستون إليس جدع، جولستون إليس سمول انتستان اوبستراكشن جدع ممدوح. هنا جول بلادر ستون وفي كمان ايروبيليا. ايه شفتوا الايروبيليا؟ سوري جولستون إليس جولستون إليس. هي هي جولستون إليس. وادي برضو السمول باول اوبستراكشن، وادي برضو يعني مش باين قوي الايروبيليا، بس هنا دي الجول بلادر نفسها بتبقى كولابسد وفي الدير سموها جوست ساين. ساعات يقول لك دور على الجول بلادر. الحاله دي يعني شفتها بالسونار كتير، ان هو يجي العيان اصلا تبقى في الغالب اولد ايج فيميل وعندها كرونيك كالكولار كولسيستايتس، يعني واحده عندها 70 سنه وجايه بانستان اوبستراكشن، تسال على حاجه تقول لك يعني في الغالب بيبقوا عارفين ان عندهم كرونيك كالكولار كولسيستايتس، بس تقعد تدور على الجول بلادر ما انتش عارف تشوفها ابدا. ما انت شايف جول بلادر زي ما تكون سيرجيكال ريموف، شايف ديودينم مكان الديودينم اللي في الاخر تكتشف ان هو مش ديودينم، هو فعلا حته فيها اير مكان جول بلادر على طول في المنظر ده. على فكره بالسونار بتبان الجول ستون دي، يعني بتبان جوه الايريا، دور عليها هتلاقيها. هتلاقي تعرفها ازاي الفرق ما بين الاير بتاع الاستوما الباول والاير بتاع الشادوي، في فرق، في كلين شادو بتاع الستون وفي ديرتي شادو بتاع الاير، هتلاقي في حاجات ديرتي 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 في النص كده في طوبه ده الكلين شادو بتبان بالسونار. على فكره مش صعب نفسي، هي العيال مش طيبه خالص يا كاليزيا. طب ايه الديفرنشال تايب؟ هندي فين؟ ماشي 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 لا. طب بص ده الباريوم بتاعه. طب ده ثاني ده الاكس راي وده الباريوم بتاعه. الباريوم كويس ايه ده بقى؟ بتاع الفوبيا مش عارف ده باي باس ده كولونيك انتر بوزيشن. الله لا مش نسن ده كولونيك انتر بوزيشن خلاص هو سوبجكتومي وكولونيك ريبليسمنت. تبقى عيان مثلا عنده كروزف وعملوا له سوبجكتومي ركبوا له كولون، يبقى شبه جدا ال 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 الاكاليزيا، بس لما تعمل بقى ال سي تي او باري ما كانت ليه ده انتيرور خالص، هم بيحطوه تحت الاسترنم على طول، فالمنظر ده بتاع كولونيك انتر بوزيشن. لا ما هو بقى الهيستوري ده انت هتعرفه لو ده كانسيلور. دي في ستريشن هنا في فين؟ عند الانتروم بايلورس. جميل، في ستريكشر عند البايلورس والانتروم، في مايلد بروكسيمال جاستريك دايلاتيشن، يعني ده جاستريك اوتت اوبستراكشن، ممكن يكون ديفرنشال دايجنوز مالجنسي، ممكن كرومز يعمل منظر شبه كده من الليمفوما ممكن. طيب ايه دي بقى؟ ده حته من الباريوم انيمال، ده ترانسفيرس كورون بيتس شوكر في بولس، يعني في بولس. انت ايه رايك ايه المنظر ده؟ لا في ميكوزا الريجولاريتي في الابر سيرفيس بتاع الترانسفيرس كولون. لا كرونز ياخد الكولون وسايب الدنيا كلها، واخد الاسوفي واخد الانتروم واخد الكولون. ده فيري كومن على فكره مهمه. لوكال سبريد لجاستريك كانسر او كرونيك كانسر، واحد بيروح للتاني عن طريق جاستروكوليك ليجامنت. في هنا ما بين الاستومك والكولون في ليجامنت اسمه جاستروكوليك كوليك ليجامنت، ده بريتونيال ليجامنت، فسبريد للجاستريك ليجامنت للجاستريك مالجنسي يروح للابر سيرفيس بتاع ترانسفيرس كولون يعمل كولونيك سكندري كولونيك افكشن. تمام جاستروكوليك سبريد. ايه دي؟ دي سيكيوليشن سودو دايفرتيكولي اوف سكليرودرم. ده الكلام ده مش كمل حلو. ايه بقى؟ لا الترايفوليت بتاع الالسر. لا الترايفوليت بيبقى شكله غير كده، الترايفوليت بيجي في الفيرست انش اللي هو ديودينال كاب، وبيبقى شكله لا شكله شبه
يعني لا ده هنا السكند بارت من الديودينم هو اللي غريب. ايوه هو ده بوست دايركشن. يعني ايه ده ناروينج في السكند بارت اوف ذا ديودينم؟ يعني بيعمل حاجات كتير. هل هو ميديال بس ولا ميديال ولاترال؟ لو ميديال بس، لو ميديال بس شك في بيري البولاري كارسينوما، ديودينال كانسر، ديودينال هيماتوم، اي حاجه ممكن حتى بنكرياتيك الكانسر وانفيدنج الميديال سيرفيس بتاع الديودينم. لكن لو ميديال ولاترال ادي الانيولار بنكرياس فعلا بالسي تي انكيسينج ذا ديودينم من الميديال واللاترال اسبيكت. ادي الديودينم في النص وادي البنكرياتيك ديش هنا. ايوه انا دايما بيقولوا لي كده مش دي كومن بايل داك يا جماعه ده بقى يا ده سمخه يعني نقول الكونفرنس فايه الحاجه في البنكرياتيك كومن بايل داك اهي. ده ديفرنشال دياجنوز بس انا عايز اقول لكم المنظر بتاعه اسمه ايه؟ ريبون شيب. لا ريبون شيب. الايه؟ ريبون شيب. لا مش دي الريبون شيب. لا دي اسكال تخينه ده بيسموها على ما اذكر كده حاجه اسمها بيكت فينس ابييرنس. ايه بيكت فينس؟ ايوه بتاع الجنينه. ايوه بالظبط مش المشرشر شبه سور الجنينه كده. مفيش مستوى فيه. ده بيجي بايه؟ ده بيجي الصدمه الميكوزا القديمه لاي سبب. اهمهم الصابميكوزا الهيموريدج او الاسكيميا ديفيوز اسكيميا لان الاسكيميا بتعمل هيموريدج برضه. فالصابميكوزا القديمه صابميكوزا الهيموريدج او اسكيميا يعني هو ثم يعني هو نفسه شبه الثم برينتنج بالظبط بس في بس في السمول بار. الثم برينتنج ده لارج بار هو احنا بنشاور فيه بس كل المنظر بتاع ال 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 الفولز دي الفولز جنب بعضها والثيكند جنب بعضها واليومن نفسه فيري نارو. اليومن بتاع السمول باول نفسه فيري نارد صح والباول لوبس سيبريتد عن بعض بالقديمه في وول قديمه جامده جدا في الايه في السمول باول فده اللي عامل سيبريشن وده اللي عامل ناروينج لليومن. فهمتني يا دكتور؟ يعني ناروينج لليومن وسيبريشن للباول لوبس ده اسمه بيكيت فينس ابييرنس. ده سيفير سيفير سمول باول وول ثيكنينج. في الغالب ما بيبقاش الثيكنينج ده لان الفولس بريزيرفد فده حاجه سب ميوكوزال. سب ميوكوزال ثيكنينج وقديمه باي سبب بقى يعمل سب ميوكوزال اهمها الهيموريدج. سب ميوكوزال هيموريدج سب ميوكوزال قديمه او حالات الاسكيميا. ممكن هنخش اللاين يعمل بس يجي فوكال بقى شويه. الليمفوما يعني مش هتضيق اليوم كده وبعدين ما بتجيش لونج او سيجمنت او للدرجه دي ممكن تيجي تيرمينال الاي ام مثلا بس يعني ايه رايكم في ريدن لوب بس في هايبر فاسكولار كارسينويد. ادي ما ادي الكارسينويد وادي هايبر فاسكولار ميتاستاسيس بس مش في ريدن لوب ماشي ريدي اللوب ماله بقى؟ حلو انت ولا طيب ايه ده؟ دي الناس دي الناس طيب في حاجه اللي فيه ديليتيشن جاستريك اوت اوبستراكشن انترال ثيكنينج ومايلد بروكسيمال دايليتيشن مش باين قوي لكن في انترال ثيكنينج عامل رامز هورن ابييرنس شويه. ده منظر الكرونز واخدتوا بالكم جول ستونز شبه ايه؟ اسمه الارنتور صح؟ الارنتور اه رامز هورن يعني هي دي الديفرنشال بتاع جاستريك اوتريت اوبستراكشن عادي انترال ثيكنينج جاستريك بايلوريك ثيكنينج ده ديفرنشال كرونز لينفوما ماليجنسي ادينو كارسينوما يعني لكن دي مش ماليه يعني ايه مش ماليه اه يعني ايه يعني الكونتنت جمع لا حضرتك احنا واحنا بنعمل الجاستريك ما تصورش بس سباين شويه برون السباين هيملى الفاندس علشان الفاندس لورا بعدين نقلبه برون عشان نصور البادي بس اشتغلت والله اشتغلت الحاجات دي قبل كده اسمها ايه دي؟ ودي بتاعت الويب دي الويب دي بتبقى فوق لكن هنا تحت سكات سكرين سكات سكرين لازم تبقى تحت كده انا شفتك هايبرج في الكريكو فرنجز لا كريكو فرنجز فوق قوي ده احنا هنا عند الجسر ده فريم اهو ده فريم اهو
هيلث كريم بتبقى اللي هي برومننت بيرينج. بالظبط برومننت بيرينج. بس لازم تكون ما هي ناحيتين اهي يا جدع. وانا لازم اجيبها لك يعني اصلا الدنيا خالص لازم يقابلوا بعض. لو ما قابلوش بعض مش هيبقى هي هيلث كريم. كافيرنس ترانسفورميشن صح. كرونيك بورتال فينترومبوزز يعمل في البورتال كولاترالز ودي بيحصل في السيروزز او اي كرونيك بورتال ثرومبوز. ماشي هو فوق الليجن فعلا ديفرنشال حطه زي ما انت عايز. بس في حاجه هنا لا لا ده ابسس فعلا. الابسس بيتميز بحاجه اسمه كلاستر ساين. كلاستر ساين يعني ايه؟ مجموعه من السيستمات فتحوا على بعض فيعمل لك ده البايوجينيك ابسس. لكن المنظر ده مثلا ووتر ليلي هاي دايت. طب المنظر ده لا ده بايلات لا انا كاتب اربعه ديفرنشال مهمين. ايه الاربعه اللي احنا عايزينهم؟ ليمفوما وساركويد. ليمفوما وساركويد ومايكرو ابسس. مايكرو ابسس اللي هو بتاع الفم الجديده وميتاستاسيس بالذات من الميلانوما. هات الساركويدوس بتاع الدكتور خالد الهيم ميلاري فيها المنظر ده في ستيشن. ما هو المنظر ده ديفرنشال ما تقدريش تقولي ساركويدوز لوحده كده. لو جات لك معاه شيست اكس راي هتقولي بقى ساركويدوز. انت جاي في ام ار ار كان في حاجات كده في وتنفع لينفوما. بس لينفوما بيبقوا اكبر اصغر يعني اقل عددا واكبر حجما يعني. لكن الميتاستاز بالذات لو قالك لينفوما ميدالي ميديوز الايه مالتيبل تايني فوكاليزيشنز الوصف بتاع دولت يعني مالتيبل سمول هايبودنس فوكال ليجنز سكاترد في الباتيك بارينكيما وانفولفنج كمان السبلين بارينكيما سب سنتيمتريك اغلبهم دولت بقى يا اما مايكرو ابسيس كانديدا فانجل انفيكشن او مايكرو ابسيس عامه بالذات لو عيان ايميون كومبرومايز. الساركويدوزز لو جاب لك تشيست اكس راي بتاع لو قال لك مالينت ميلانوما يبقى دي ميتاستاسيس. او بقى الايه احنا قلنا ايه تاني؟ لا احنا قلنا الليمفوما يعني ساركويدوزز مايكرو ابسيس ميتاستاسيس من ميلانوما والرابعه الليمفوما. ماشي بس الليمفوما في دي حطها اخر حاجه يعني اخر حاجه في دي شويه. نفس الحكايه بس انا جايبها لكم بالام ار اي. النيكليس ابييرنس الادينومايوز. الادينومايوز بيبقى فيه وول ثيكنينج وانهانسمنت. هي نوع من الهايبر بيسموها ايه هايبر بلاستيك كولوسيستوباثي او كولوسيستايتس. لكن يعني في الاخر الاشوف نوديولز اللي هي الانترا ميورال كان حاجه شبه الانترا ميورال دايفرتيكل دي وبتبان بالاكس راي ازاي بتبان بالسونار ازاي كومت تيل كومت تيل او رينج او رينج ارتفاكت. وانا عمال اقلب ولا ايه بالظبط هنا تمام خلاص شفناها كتير قبل كده. دي عاديه جدا جول ستون جول بلادر ستونز وكولوديكو ليثيس. دي ايه بقى؟ او كارولي كارولي سنترال دوت سنترال دوت كارولي اني تايب تايب 1 قلنا تايب 1 فيوزي فور للاكسترا اللي هي الكومن بايل داكت. تايب 2 تايب 2 دايفرتيكلم من الكومن بايل داكت. تايب 3 خدوا بالك صحيح تايب 1 ده يا فيوزي فورم يا سيكلر. في منه تايب 1 اي وتايب 1 بي مش مشكله لكن هي اكسترا الكومن بايل داكت بس. لكن التايب ده اللي هو الاستاكيولر تايب اللي هو تايب 1 بي. لكن تايب 2 دايفرتيكلم. تايب 3 كوليدوكو سي. تايب 4 في منه 4 اي و 4 بي برضه لكن هو في الاخر اكسترا هيماتيك بس او اكسترا وانترا. تايب 5 الكارولي اللي هو سيستيك دايلاتيشن اوف ذا انترا زائد او ناقص اكسترا يعني هو لكن يعني معلش طبعا ممكن تاني قلناها في البيدياتريك قلناها في الانترفنشن قلناها تايب 1 تايب 1 كوليدوكو سيستيك اللي هي فيوزي فورم دايلاتيشن او سيكولار دايلاتيشن اوف ذا كومن بايل داكت. تايب 2 كومن بايل داكت دايفرتيكلم. تايب 3 كوليدوكو سيل اللي هو دايفرتيكلم بس عند ال 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 اسمها ايه؟ البابيلا ميجر بابيلا. تايب 4 اكسترا هيباتيك فيليا راديكال دايلاتيشن زائد اماس انترا على حسب بقى 4 اي بي. تايب 5 انترا انترا سيستيك دايلاتيشن اوف ذا انترا هيباتيك بيليري راديكال اللي هي الكارولي زائد اماس اكسترا. بالظبط نيكروتايزنج بانكرياتايتس. نيكروتايزنج بانكرياتايتس و سودو سيست ديفلوبينج يعني هيتكون سودو سيست. الفكره كلها انا كنت هقول ان مثلا ناس كتير سيرس او ايش بس
السيستيك نيوبلازم يعني لا يعني السيستيك نيوبلازم واخد اوليمجيتد على على شكل البنكرياس كله كده بتيجي واحده مثلا زي دي لوحديها ماشي لكن ده مش هو بيبقى مالتيبل لارج ميوسنس لا الميوسنس لا مالتيبل في التاني اه في التاني بس مش قلت لي بس اه لا بس يعني سيرس ورق يعني بقى على يعني لو كلينيكال بيكتشر بقى يقول لك اكيوت بين بتاع خلاص طيب ايه دي كالسفايد سبلين بتاع السيكل سيكل سيل سمول كالسفايد سبلين بس بقى انا بحسب طب الكالسيفيكيشن ايوه مش كده لا معلش يلا حصل خير ايه الليمفوما يا جدعان بيت البيت بوزيتيف بشكل عنيف حد شايف حاجه هنا ومنتال ثيكنينج وفي في بروتينيال ثيكنينج بروتينيال انهانسمنت ده بتاع ايه بقى ايه تنفع بروتينيال كارسينوماتوسس تنفع بروتينيال ميزوسيليوما لكن لو قلت لك ان دي يونج فيميل عندها 17 سنه ده يبقى اكيوت بين وابستراكشن وبتاع هيبقى تي بي لازم نشك في تي بي نفس الكلام هنا بريتونيال ديبوزيتس بقى هنا ومنتال ديبوزيتس دي اول حاجه بقى بريتونيال كارسينوماتوزس اللي هو بريتونيال ديبوزيتس اللي هي سوليد ماس غير بقى سودوميكزوما اللي هي ايه اسايتس وسيستيك كولكشنز تمام يعني هتبقى يعني بقينا سوليد ماس في بريتونيال كارسينوماتوزس ده الفيرست بوسبيلتي ما تبقاش تي بي تي بي لو سن صغير مفيش برايمري كان واحد عنده 70 سنه وعنده مثلا اي برايمري او كده يبقى خلاص دي بروتينيال كارسينوماتوز ده لو اوفيريان بقى بتيجي من اوفيريان تيجي من ستومك تيجي من كولون تيجي من بريست مور كومن طبعا عن البرايمري بريتونيال ميزوسيليوما والحاجات دي هي سيست لارج سوليد ماس في الميزنتري الى حد ما فيها ستريكي انهانسمنت كده ده ديفرنشال دايجنوز بس المهم دي فيميل ولا مين لا لا نقول ميل يا سيدي مش مشكله هي مش فيريان يعني ولا بتاع هي دي ميزنتريك سوليد ماس ويل ديفايند ديسمويد ديسمويد تيومر او يبقى بتاعت ممدوح دي سكليروزنج ميزنترايت رغم انها شبه فيها كالسيفيكيشن تقرب اكثر من الكارسينويد بس الكارسينويد مكانها مش هنا مكانها هنا وفي نفس الوقت دي ما فيهاش التيزرنج وايه دي اسمه بلاستيك بس ده مش كلها في حاجات بتبقى شبه بعض فعلا في حاجات بيبقوا شبه بعض شويه دي بقى اومنتال انفاركشن ولا هيبلويك لا اومنتال انفاركشن اشمعنى عشان تجيب الهيبلويك لما جيت لا عشان كبيره قوي على الديبلوي الديبلوي اللي اصغر من كده لا ما الثاني ممكن تيجي برضه انها تبقى اومنتال برضه لكن كمان هنا اكبر بكتير وليها ثيكند وول و فدي اكتر انها تكون اومنتال انفاركشن بعدين في ساينز اوف سيرجري في الانتيريو ابدومينال وول اومنتال انفاركشن تيجي بوست سيرجيكال برضه ريسك فاكتور ليه دي هرنيا سبيجيليان او سبيجيليان هرنيا موجوده بتبقى فين دي؟ في الانترمسكولار سبيس اللي هو ما بين ايه؟ الاوبليك وترانسفيرس لا لاترال لايه يعني؟ ايوه مش اللينيا الفا بقى لينيا الفا بتاع اللي هو اللينيا سيميليونات لينيا سيميليونات هي خارجه يعني اه اهي باول لوبس البنكرياتايتس ايه بقى؟ ايوه جدع اوتو اميون بنكرياتايتس سوسج شيد بنكرياس ديفيوزلي انلارجد ما فيش لا نيكروزز ولا في والسراوندنج انفلاميشن مايل اوتو اميون بنكرياتايتس بنسموها ساعات انترستيشيال بنكرياتايتس بانكرياتيك ماس وهيباتيك فوكال ليجنز مالتيبل هيباتيك فوكال ليجنز يبقى بانكرياتيك بودي ماس وهيباتيك فوكال ليجنز ميتاستاسيس ميز التيمبرتونايتس يا عم اسمها لا في حاجه في الار في كده نيفروكالسينوز هنتكلم عنها في الجي اي دي لو لا في الجينيتو دي بقى ايه الويب ويب ده الويب بقى دي بقى ايه دايفرتيكل فين في الجسم فانجس فانجس لا بس دي طالعه فوق الدايفرام دي بارا اوسوفاجيال بالظبط دي مش السلايدنج اللي هي الكومن تايب سلايدنج دي بارا اوسوفاجيال هيرني ايه
بارا اوسوفجيال جاسترو بارا اوسوفجيال هيتس يعني الجاسترو يعني جنب الجاسترو اوسوفجيال جانكشن في مكانها ما طلعتش لفوق عشان نقولها هنقول عليها سلايدنج لكن دي تنفع بس بتبقى التانية بتبقى بوستيريور ورا ما بتبقاش مكانها هنا وبعدين تطلع رايحة ناحية فوق الدفرام يعني طالعة طالعة ناحية الدفرام ما هي فرق سبجيك جاستريك دايبرتيكلم لسه موجود دي ايه بقى؟ سكندري اكاليزيا ليه بقى؟ علشان في شوية الريجولاريتي في الايه؟ وهي هنا طلع جاز كارسينوم عن ال عند الكارديا وهو اللي انفلتريتنج جاز الاوسوفجيال ايه جانكشن فعامل سكندري اكاليزي ممدوح وين ايه ده بقى بناين ولا مالجننت هنا في اهو لوكالايزد كوليكشن اوف باريوم عند الليزر كيرفيتشر في الانترم وهنا بص ادي اللاين ده ده الهامبتون لاين عند البيز اوف ذا انس ده بناين انس اهو هو اليوس اوف فايل طب مش مهم شفناها قبل كده دي شفنا قبل كده دي سيرو ديرما سيكيليشنز وفي دايلاتيشن في الباون من غير اوبستراكشن ومن غير ريفرسال اوف ذا فولد وفي يعني مش باين اول هايت باوند هنا بس ممكن نشوفه في الحته دي يعني. ايه الحته دي بلادر وفرقع الماس ولا ايه في اكستيكيشن في البون دي عند الفندس وعامل المنظر ده فوكال ادينومايتوس فوكال ادينومايتوس ليه مش ماس اه ديفرنشال طبعا معاها ماس لكن المنظر بتاعها ده اللي هو الفوكال ثيكنينج وساعات تبقى باينه الكوماتيل او رينج تاون رينج شادوز بتبقى باينه احسن من كده لكن المنظر ده بتاع الاشوف ساينسز دي يعني لحد ما كاركترستيك للفوكال ادينومايتوس ايه بقى دي؟ فين؟ بول بلادر كانسر، بول بلادر كانسر، ايه الديفرنشال الوحيد اللي ممكن يعني يحترم فيها؟ فين؟ لا 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 دي مش من بول بلادر ايه؟ زانسوجرانيلوماتوس كوليسيستايتس، ساعات تعمل منظر زي ده، هوريها لكم دلوقتي حالا. ايه دي الأول؟ باتيك فوكال ليجنز ومعاها جاستريك انترال ماث نفس الكلام كانسر فيرسس ليمفوما يعني بس وجود الهيباتيك فوكال ليجنز اكتر مع الايه مع الكانسر ها بانكرياتايتس ايوه وايدن سي كيرف وايد وميكوزال ثيكنينج وريجولاريتي نتيجه للاديما في حاجه هنا في البنكرياس موستلي بانكرياتايتس ممكن بانكرياتيك مالينسي ممكن حاجه ثانيه بس ماشي دايفرتيكولا انتراميورال دايفرتيكولا وايند سوك ديفورميتي اهو اهو جوه ايه دي؟ دايفرتيكولا في التيرمينال ايه بتبقى ايه؟ ميكلز دي فيري لارج ميكلز مش هتشوفوها كده في حياتكم كده لا اه لكن ساعات تيجي طويله كده وتبقى شبه اللي زي ده كده دايفرتيكولا من التيرمينال ايه سسبكت ميكلز دايفرتيكولا نفس المنظر تاني تيرمينال ايليوم وانهانسمنت ده معناه ان احنا في الايه في الاكتيف ستيج سيكونايزيشن للسيكم سيكم لا السيكم الى حد ما بريزرفد يعني شيء يعني الى حد ما ممكن مايلد ثيكنينج فيها وبتاع ديفرنشال تي بي برضه طبعا تروما ايش في تروما بانكرياتيك لاسيريشن هيماتوما فين؟ ديودينال هيماتوما جدع ديودينال هيماتوما اهي نون اكسيدنتال بيه لو في طفل صغير نون اكسيدنتال انجري ايه دي؟ تنفع برونز تنفع برونز اولا فيري ثيكنينج فيري ماركت ثيكنينج وذ هوموجينس دنسيتي مش بتاعت الانفلاميشن اه وبعدين ما معاش سمول باور اوبستراكشن اه رغم كل هذا الثيكنينج الفظيع without obstruction suspect lymphoma suspect lymphoma small incisional lymphoma في terminal ايه
واحد جاي بيه اكيوت كلونيك اوبستراكشن ايوه بالظبط برافو اسمها سيجمويد فولفلس بيرس بيك بيرس بيك هي فعلا بيرس بيك بس ليه مجاوره ده بقيه السيجمويد فولفلس بس هو ما بيعديش من هنا عشان ده مكان الدويست ده عشان يودي لنا الساين ده أو ده عشان الساين مش عشان الدايجنوستيك عشان الساين بولرز هات يا وسام بولرز هات افيرنس مقطوعه بقى بشكل اصور البولي بقى يعني رينج شادو والرينج شادو ده في الكولر قلنا في الغالب بيبقى ايه بيبقى فولد ولما بيتقطع كده ان بروفايل ساعات يدي المنظر اللي هو البيان كوتينج البولي بيدي حاجه اسمها فولرز هات ابييرنس جايب لوور جي اي تي بليدنج انجيو ديسبليزيا انجيو ديسبليزيا ها عند السبلينيك فليكشر مينلي شوك في ايه سكيميك سكيميك دي ايه دي هرنيه هرنيه فين تمشي برضو بس ما طلعت ايه جاينت دايفرتيكولم اير فيلد جاينت دايفرتيكولم بس دي كومبليت على كل حاجه دي جاينت دايفرتيكولم ساعات تيجي في اي حته لكن اشهر حته فيها الاستجمويد جاينت دي مش ده سبوت دايفرتيكولم ولا ايه دي ولا دي لا دي اكس راي حاجه مدوره وسط ممكن تقولي ايه فيلد يعني الفوتبول سايمنت صغيره كبيره كده الدكتور ماشي قلت لك مش محتاجين السي دي اصلا انتوا مفكره في ايه يلا ماشي ايه دي سيستيك ادينوماتوي ايوه بيقولوا سيستيك ادينوماتوي كرونيك مالفورميشن استنى بس شويه السبرين مش موجود السبرين اهو ده هنا في الكولون اهي انفنتشيتيز كلاستر اوف سيست لايك او سيست مش لايك هي كلاستر اوف سيست في الكولونيك وول ايوه نيوماتوزس كرايس ستويدز نيوماتوزس كرايس ستويدز ريكتال وول ريكتال وول ديسبليسمنت بيلفيك ماس بيلفيك ليجن بي اي دي بيلفيك ابسس اي حاجه شايفين ايه حاجه داخله على البلادر ولا ايه ده بلادر ما فيش كرونيكروزس طب كده مش عارف فيست برضه ولا ايه ايوه فيست كله بزيكه بلادر فيها هواء كله بزيكه يبقى دي رفع منظور كرو كولو في زيك الفيست لا سيكندري تو دايفرتيكولايتس لا ده ميكوسيل بقى ايوه ابنديكولار ميكوسيل هيوج ابنديكولار ميكوسيل دايلاتيشن الابندكس وفيها كالسيفيكيشن دي لو فرقعت بقى هي اللي تعمل الايه شغل ميكزون طلعت فوق فين عشان هي التوبيك يا ابندكس بتعوض كده طبعا التوبيك لا ابندكس شيء ازاي لا ابندكس مش ممكن يبقى صار مكانها حاجه شكلها ممكن يبقى صار ابندكس ممكن ريترو سيكل ممكن اللي عارفه مدرب الاستراكشر يعني من عندك فيه مستراكشر تعرفه ما احنا دايما يحقق هم عاملين ربطية عليك انت كمان يعني انت زمت ازاي تمام ايه دي بقى ماس جول بلادر ستون ومعها ماس والجول بلادر كارسينوما الستون دي ديسبوزن فاكتور هو خدها شاطره يا رش شاطره راسي انا جماعه عشان نفسيتها ايه دي بس جرانيولوما ستون ليه هو انت خلاص انا قلت لكم مره زيت جرانيولوما قفشت يا عم بص كل الحالات اللي بعد كده هتيجي ده نفس الفكره انت بقى ستون وعامله حاجه فين الستون اللي عامله ايه لا الجول بلادر بس مكانها عملت عمليه شالت الجول بلادر
كتير قوي. الجول ستون وقعت وعامله حواليها انفلاميشن بالظبط كده. دروبد ستون. انا ما عارفش اسمي برضه. انا قايل لك اهو عملت عمليه وشالت الجول بلادر. طب لو ما عملتش عمليه دي مش هتقول له فيها فين الجول بلادر ده؟ ما كان جول بلادر انا كده ايه ريترو الباتيك اول الجول بلادر هنا مش عارف دروب ستون. ايه دروب ستون دي؟ بتوقع منه وهو مش منه وهو مش شيلها. لو بتوقع في الغالب بتبقى سيمتوماتيك وتفضل الموضوع في مورسون باوتش معين يعيش بيها ما عندوش مشاكل. ساعات بيحصل عليها سكندري انفورميشن وتعمل ابسس. يعني انا اعرف ميز ستون لكن اعرف دروب ستون دي يا باشا. احنا محتاجين بس مش كده زي الدكتوراه عشان احنا كده خلاص. انا عايز اخلص الجي ال دي وهنريح شويه عشان ما هي احنا كده مش هنلحق. بس لو ما كانش عشان تيرن كولانجو كارسينوما. كولانجو كارسينوما ليه؟ سنتريبيتال انهانسمنت و ريتراكشن الكبسول. صحيح مش باين قوي ال ال ما هي سنتريبيتال انهانسمنت وبعدين مش باين قوي ال فوكال انتراباتيك بيلي راديكال دايليتيشن. بس يعني هنا ده ايه؟ بوليسيستيك ليفر ديزيز. بوليسيستيك ليفر ديزيز بيور ليفر من غير كيدني تحصل جدا. دي بقى اللي ايه؟ نفس المنظر بتاع الطفل اللي بتبقى شبه الميزنكايمال هيماتوما لكن دي بيليري سيستا دينوما. بيليري مالتي لوكولار سيستيك ليجن رايت لوبر في الغالب لارج بيليري سيستا دينوما. الفاتيك هامرتوم دي غير البيليري هامرتوم المنطق البيليري هامرتوم. طيب دي ايه بقى؟ برضه دايفرتيكولايتس بيري دايفرتيكولار ابسس وهيباتيك ابسس برضه من ضمن الكومبليكيشن اوف ذا ايه. ممكن الدايفرتيكولايتس كمان تعمل دايفرتيكولايتس ساعات تعمل انفيرو ميزنتيريك فين ثرومبوزس كومبليكيشن بتاعه الدايفرتيكولايتس مهم جدا. بعتت ليفر سيبتك فوكس تبعت الليفر ابسس اني ابسس اميبيك. اشمعنى هنا اميبيك؟ عشان في الدوم وعشان فيري ثيك وول فيري ثيك وول وعلشان اباتنج الكبسول وسب كبسولر ايه اكستنشن. ممكن يبقى معاها ساعات رايس نورال سراوندنج اديما از فيري ثيك غير البايوجينيك ما يبقاش الوول بتاعه كده. ده ايه؟ مالتيبل هايدات. دي ايه بقى؟ ده حاجه بره حاجه. طب سيبكم كاراجيز. ايه سبب الكراجيز بقى؟ ايه؟ لا في جول ستون في الكومن باك ده ولا ايه؟ لا 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 مفيش ستونز هنا. لا يعني ايه رايكم في الحته دي؟ ايه اللي خلى على فكره دي جول بلادر؟ هي ايه اللي خلاها منظرها بقى هنا كده وايه ده؟ سيروسيس. في سيروسيس. ايه بقى المنظر ده في السيروسيس بيبقى اسمه ايه؟ كونفرنت هيباتيك فايبروزس. لا 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 غير اللي انت وريتها. كاركترستيك لوكيشن سيجمنت 4 هو دي هي بلاش هي اللي انا وريتها لك قبل كده بالظبط. هي بالظبط كونفرنت هيباتيك فايبروزس. كابسولار ريتراكشن من غير ديفينيت ماس ممكن يحصل فيها ابنورمال سيجنال بسيطه زي هنا. ممكن تاخد ديليد انهانسمنت نتيجه الفايبروزس اهو في الديليد انهانسمنت مفيش ديفينيت ماس لكن مجرد كابسولار ريتراكشن في عيالك. وفين الريتراكشن؟ كل ده مش ريتراكشن. كل الريتراكشن ده هو مفيش. ده هو الليفر. هو الليفر. ده كده لا لا مش مش باينة قوي دي. طب مش مشكلة. لا هي لا دي مالتي سيروتيك نوديولز بس مش باينة. مش مهم. دي مهمة. ضبط كاري. اشمعنى؟ الكوديت والهيتروجينس. ايوه سبايدر ويب. سبايدر ميدنج. سبايدر ويب. سبايدر ويب. ده الهيبل. لا ترانسنت اكتنويشن. ازاي ده؟ هي حاجه ترانسنت اكتنويشن بس فيها تكه. مش دفك؟ لا السادس فيه الحاجات دي. ايه؟ الشبه برضو كده بس فيها تكه.
يعني في abnormal signal أو normal density للليفر في الحتة دي compared to normal و abnormal enhancement فيه compared to الباقي الليفر. المميز فيه إن very clear cut radiation induced hepatic attenuation difference. right sided heart failure او tricuspid regurgitation. اي بس نوت ميك يعني نوت ميك از تيرم معناها ان الليفر ده هيدروجين شويه. ده بيبقى نتيجه الكونجستد ليفر, ممكن نتيجه الساركويدوز, ممكن حاجات تانية, بس مشهور في الكونجستد ليفر. لا برضو كافيرنس. لا ايوه بالظبط كافيرنس ترانسفورميشن دي تروما لاسيريشنز وكونفيوجنز مش مشكله دلوقتي. دي لا دي الاسامي الكونجستد كاروني في ديفيوز انترا هباتيك بيليار راديكال. بعدين عمل اي ار سي بي, مفيش كومن باي داكت دايليتيشن, بس في انترا هباتيك بس. بس في هنا حاجه لا جول بلادر ماس. جول بلادر دي يعني هي مش باينه قوي, بس هي دي جول بلادر ستون مريزي سندروم. الحاجات اللي تعمل انترا هيباتيك وذاوت كومن باين داكت دايليتيشن كلات سكين ومريز. مريزي طبعا بسبب سيستيك داكت او كومن باين داكت ايه سيستيك داكت او جول بلادر ده كل لوكال سيستيك اوبستراكت. طيب ده ايه طيب كده يا لا لا ده تحت طيب 1 سيكلر دايلاتيشن. هو مش تايب 1 كل البتاع ده, لا حته سا... ما هو ده لو فيوزي فورم بيبقى كله كده, لكن ده سيكلر دايلاتيشن ده تايب 1. ودي الحاجه اللي بتعمل اكسترا من غير ايه المالتو شكله ازاي يعني شكلا كده ايه اللي طالع شوطه هو ال2 بقى بيبقى الكومن باير داكت كده وطالع منها دايفرتيكولر. اه طالع منها دايفرتيكولر. انا فاهم انها يعني يمكن محتاجه انجلز ثانيه عشان تبقى متاكد. بس دي لا مش هيقف لو فرجناها تطلع فوق. لو لفيناها ممكن تطلع دايفرتيكال. برافو يا شيخ صح دايفرتيكال برافو. قبل كور قبل كور هو ده احنا فين الاول؟ ده ديودينم. قبل كور في الديودينم في الديودينم تبقى انيولر. امال ايه ده؟ يا رسمي ده ايه ده؟ ايوه ده المنظر بتاع الدكت وهي لفه حوالين الديودينم عشان تفتح من الناحيه الثانيه. ده الانيولر بانكرياس ديودينم. اه لفه حوالين الارسمي ده ما عرفش يطلع بيه خالص. يلا عشان احنا اعصابي ابتدت تتعب كلنا يا باشا. لا ابانكرياتيك ماس دي لا دي لاجونه دي فيها سنترال سكارينج. سيرس سيرس امال دي بقى واحدة ولا مالتي لوكيلر ميوسينس شبه ليه؟ شبه الهيداتس بس مفيش هيداتس في البنكرياس يعني نادر يعني. ليه؟ شبه الهيداتس علميه بقى اللي شبه الهيداتس في البنكرياس هو ميوسينس. هيجي لها هيداتس في الليفر هتقول لك ميوسينس. ما هي المشكلة ان احنا ما علينا. ده تروما فراكشر laceration involving the duct ولا لا. دي اهم كلمه في البلاكيرات التروما. involving duct surgery not involving the duct. ما فيش سيرج ماشي. هنا طبعا هتكون اكيد involving the duct لانها laceration. يسيبوا الدين لوحده كده ايه يعني يسيبوا الدين لوحده كده لو ما فيش ضغط يسيبوا الدين لوحده ازاي يعني خلينا دايما تكومنت النهارده ايه انكلوزنج انكلوزنج سبوندلايتس. ما شاء الله ما شاء الله انكلوزنج سبوندلايتس منين يعني منين سيستك فايبروزس. ايوه جدع سيستك فايبروزس فاتي ريبليسمنت اوف ذا بانكرياس و فايبروزس. في ناس بتتوجع يعني بتتالم مع الحالات مش عارف ما علينا ايه بس المايك ضغط ولا في كلاسيفيكيشن كده ماشي. هي دي كلاسيفيكيشن كده شكلها ايه
ده بار لا هي اللي باي بومر جوسي باي بومر يا ولد يا شيبي جوسي باي بومر ده ريتين دي سبونج ريتين انا كنت اقول يعني ان هو هو فيكتور هو يعني هو الفرق يعني هو مش لازم لا مش لازم ان هو فيها يعني اه هو صوت ان هو حاجه سابها ومشي هو حاجه مش لا هو موجود مين اللي موجود دكتور ولا هو موجود في بقى يعني لو عندك في وقت شيلها هيشيلها هي دي دي لا بره بره كتير قوي اه بيهربوا ايوه اه صوت ده بادي فاتر بادي فاتر بس ده حاجه لا ما تبقاش يعني هي بتهرب فوطه مثلا لا في ناس بتهرب بها في ناس بتهرب بها بيعملوا ايوه ايوه في ناس بتهرب فوط عادي مش بانيكيولايتس بالظبط ده بقى المرحله اللي هو ما وصلش للسكليروزنج ده مجرد فات ايه لايبوديستروفي كده وشويه انفلاميشن بيبقى بيبقى في ثين كبسول سراوندنج ميزنتريك فات هيزنس ايوه ان الفيس المعديه في وسط الماس وبريزيرف اللي هي لا هي ستينوزد ولا هي فيها حاجه وحواليها فات رينج بريزيرفد في حاجه اذا هرن هرنيا لفت فين اوبتيريتور هرنيا انتستاينال اوبستراكشن دي انت وريتها لنا على الفيس لا لا انا عارف انها على الفيس بس انا ما شفتش يعني اومنتال تيكنينج ونيدولاريتي اللي هو اومنتال كيك وفي بريتونيال تيكنينج وانهانسمنت بسيط ديفرنشال هرنوز كارسينوماتوزس دي نفس الكلام ده نفس الحاله تحت الناي بريتونيال انهانسمنت البروتينيال وول ما بيبقاش المفروض انهانسين كده حاجه كده شبه الامبايم بتاعت ال يعني ماشي ايه دي انا مش شايف ده ايه اه مظبوط انت قلت اه هو ايه الحاجه التحليل في هنا شادوز كده لينير كالسيفيكيشنز وهنا عملنا سي تي لقينا فعلا في ديفيوز لينير كالسيفيكيشن في سكليروزنج بريتونايتس عنده بيعمل ايه؟ لونج تيرم دايالسيس ايوه حاجه اسمها كاكون ابدومين بيسموها كده مش مشكله سكليروزنج بريتونايتس دي ايه مبدوء؟ ده اسمه ده اسمه لا سكليروزنج ميزنترايتس مش حواليها الديسموبلاستيك رياكشن بتاع الايه؟ سكليروزنج ايه اسمها؟ سكليروزنج ميزنترايتس والثانيه بريتونايتس اللي قبل كده الثانيه سكليروزنج بريتونايتس او سكليروزنج كالسيفايد شيتس اوف بريتونيال كالسيفيكيشن شيتس اوف بريتونيال كالسيفيكيشن زي البريتونايتس بس في الاطفال حاجه شبه كده يعني بس البيكوني بريتونايتس يعني بتبقى ماس لايك كاكون كايند اوف كايند ماشي نفس الكلام اللي تقالي شفناها من كده الحاجات دي اه دي بقى اللي انا قلت لكم ديفرنشال اه دي اللي دي الاندوميتريوز اللي على طول كرينيوليشن ذا انتيريو ريكتال وول ها وريتها لكم برضو على النت ده ده في حاجه في الاسوفجس دايليتد اسوفجس دايليتد سمول باول شوفوا خدتوا بالكم من النيوماتوزس خدتوا بالكم من النيوماتوزس سيستويدز دي ودي من ضمن السكليروديرما من ضمن الحاجات اللي تعمل بناين نيوماتوزس سيستويدز ماشي وطبعا برضو هايد باوند او ستوك اوف كاين ابييرنس في السمول باول فولز ده سكليروديرما مش تبصر بتاع ايبيفرينيك دايفرتيكلم شايف بقى الدايفرتيكلم هيبقى فيها اير هيبقى فيها صبغه مش هتبقى كومبليكيشن سيستم ما كانش فيها حاجه من الكلام ده مفيش هيتس يعني هي ممكن تلخبط شويه في الهيتس بس انت لو بصيت هنا بص 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 عليها اهي هنا في دي ما تلخبطش دي ممكن تلخبط شويه لكن دي لا ادي الجاز اوتوفيجال جانكشن سليمه ودي فوق الجاز اوتوفيجال جانكشن طيب هنا لا وينج شيبد اريا اوف هايبر انهانسمنت في الارتيريال فيز باد ايزودنس في بقيه الحاجات وما فيش اي ماس حاجه اسمها ترانزنت هيباتيك اتنويشن ديفرنس وفي في الام ار اي اسمها ترانزنت هيباتيك انتنسيتي ديفرنس فين الان فيز وفين الاوت فيز الاوت اوف فيز ده الان فيز وده الاوت اوف فيز يبقى ده ايه بدا فاتي ليفر العكس يبقى هيما كروماتوز انا ما بعرفش بقى غير بص الانديان انك بس مش باين هنا فين ليه اهو بص بص متحدد ازاي السبرين اه
انا بس الحاله اللي هي السد والسد اللي خدته بيحصل انهانسمنت فين؟ الايه ده؟ انهانسمنت ارتيريال ومش باينه ليش في كورتر ولا بتاع. ايوه جنس في الباقي مفيش مال. انا عايز احط دي عشان انا طب دي ايه؟ ده تروما ودي مصوره مش تروما سبونتينيوس ابو هيفز فور هيفز فور هيفز سندروم اللي هو بيبقى ايه؟ رابشر اوسوفجيال رابشر سبونتينيوس اوسوفجيال رابشر مكانه فين؟ ليفت عند الجهاز الاوسوفجيال رابشر عند الليفت. طيب لو هو جايب فوميتنج وهيماتيمسيس ومفيش مالوري وايز او مالوري فايز ده انكمبليت انكمبليت دير من غير بريبريشن يعني في لسه في انتكت ايه ادفنتيشن. طيب ليه ايه؟ علشان في نيومو ميديستاينم في بلورال افيوجن في ليكج اوف كونتراست تمام. وطبعا هو مركب تيوب كمان عشان حصل كمان نيومو ثوركس. ايوه ده بطك ياري اللي بيسموه ايه فليب فلوب فينومينا. فليب فلوب انهانسمنت فينومينا ايه؟ بيجي في الايرلي يجي سنترال انهانسمنت السنترال بورشن بتبقى انهانس. في الديليد ايمجز السنترال بورشن تبقى هايبو والبريفرال بورشنز تبقى انهانس. بس هي كلها فيز واحده. هنا دولت فيز واحده بس دي ديليد على بعضهم دي ديليد. هي الفكره كلها دي ما قلتش ده او ديفرنشال ماشي يعني وفي اسايتس وفي بلورال ديفيوجن وفي سبلينو ميجالي وكده. الليفر ماشي ممكن. بعدين بص الاي بي سي ناروت والهيباتيك فينز ما هياش باينه في ولا قط من اللي انا جايبهم يعني كل دول تقول ان احنا بنتكلم عن بط خيال ايه يعني عشان انت مختلفه بقى يعني شكلها لا ده برضه فيست اللي بتاعتك انت بقى مايكل كولر ريبون شيب ده ايوه ريبون شيب ده انتست ايوه ده بيرس فوست رياكشن دي ما هياش يعني دي ريبون شيب دي دايجنوستيك يعني ما هياش كومن قوي لازم يديها بس يعني المنظر بتاعها دايجنوستيك جرافت بيرس ريبون شيب سبرو لا دي حاله يعني رخمه شويه ماشي بس انا لو كنت ضيعت الهيستيرو جدع ايه نروح الله عليك بس هي مش ويبل بس هي الديفرنشال المحترم بتاعها يعني احنا عندنا هنا مفيش دايلاتيشن لكن في فولد ثيكنينج في فولد في ديفيوز في ديفيوز فولد ثيكنينج وفي فولد وفي نوديولاريتي شباب ديفيوز فولد ثيكنينج اند نوديولاريتي ده ديفرنشال دايجنوزز غير الديفرنشال بتاعي ايه الوايدنينج والفولد ثيكنينج هنا مفيش دايلاتيشن ماشي. طيب ديفيوز فولد ثيكنينج ده 100 حاجه طب هايبو البيومينيميا ومش عارف ايه بس لما يكون في نوديولاريتي يبقى انت ما بتتكلم احنا بنقسم ديفيوز فولد ثيكنينج لسموث ثيكنينج والنوديولار ثيكنينج. السموث ثيكنينج حط اي اديما اي حاجه بقى هايبو البيومينيميا هيموريدج اي حاجه لكن النوديولار ده معناها ايه تيشو انفلتريشن. يبقى احنا عندنا هنا ديفيوز فولد ثيكنينج ويز نوديولاريتي يبقى نشك بقى في حاجه اسمها ويبل ديزيز. الويبل ديزيز ده كمان بيبقى معاها ايه الليمف نودز شكلها ايه هايبو دنس هايبو دنس الهايبو دنس هنا مش فاهم ممكن تكون معاه لكن هنا الليمف نودز ما هياش هايبو دنس عشان كده ده حاجه اسمها سودو ويبل شبه الويبل بس الليمف نودز بتاعتها عاديه. ده حاجه اسمها ايه بقى انا قلت لك ان ده اميونو كومبرومايز اول حرف ام اي اي اللي هي مايكرو بكتيريا ايديم انتراسيلولار ده حاجه اسمها سودو ويبل ام اي مايكرو دي ايه شولدر سكندري اكاليزيا ده اللي انا قلتهم لكم قبل كده ده الاكاليزيا العاديه انا جايبها لكم بس عشان تشوفوها. ده ايه بقى ده النيسن فاندوبل شبهها جدا احيانا بصوا لا ده هنا ده بقى ايه الفرق ما بين الاكاليزيا والسكليروديرما باتولاس الاثنين دايليتد اوسوفاجس بس فرق في الجسم الجزء سوري ده ايه بقى ده الفايبروفاسكولار ايوه بالظبط بص شكل شبه وادي هنا فايبروفاسكولار يقول لك انا بعدين بطلع طيب دي ايه بقى دي فيز لا ولو ده الفيز وده الادينوما ده اصغر فيز اللي على الشمال الادينوما دي ادينوما يا باشا أو في ادينوما في الليفر؟ لا في بس الادينوما بتيجي ايه؟ في الستات بتيجي لفت لا لا لفت ايه ورايت ايه؟ هي صح هي تمشي ادينوما انها عرفناها ازاي؟ انها في الاوت اوف فيز اسود معناها الاوت اوف فيز دي معناها ايه؟ مايكروسكوبيك فات مايكروسكوبيك فات وفي هنا لا ده ارتيريال انا بقول ده فينس لا هو ده ارتيريال فيز ده ارتيريال فيز تاخد ايرلي ارتيريال تبقى
ادي نوم او اتش سي سي بس احنا قلنا الاتش سي ما بقاش فيها فات بقى ايه ما فيهاش مايكروسكوبك فات في الغالب فهنا مع الـ مع الاوتوسفير لا في فات اتش سي سي يصلحوا نفس المشكله قليل نسبه قليله صح زي الار سي سي برضو نسبه قليله بيبقى معاهم بيبقى معاهم فات ولا ده بوستول اللي عشان ها وفي ريتراكشن ولا دي الكونفرنتيفاتيك فايبروز كونفرنتيفاتيك فايبروز برضه مش هي نفس الكوادرنت هو ميديا سيجنال ديريفت هيباتيك لوب هيباتيك ريتراكشن اب نورمال سيجنال اب نورمال ماي سلايتلي برايت سيجنال وفي اب نورمال ديليد انهانسمنت وهو سيروتيك ليفر كونفرنت هيباتيك فايبروزز اوبا هيمانجيو او ايوه بالظبط كولانجيو كارسينوما عشان برضو في ريتراكشن وبص في برضو يا هاشمي بريفرال انترا هيباتيك بيلياريتيكال دايلاتيشن ومع ديست ومع كابسولار ساعات ساعات تبقى شبه الكولانجيو شبه الهيمانجيوما شويه في الانهانس بيليا ريسيستا دينوما نفس الكلام دي يعني بانكرياتيك سبين ماشي هي شبه البنكرياتيك بس هي الصوره مش حلوه شويه يمكن انا كنت جايبها عشان حاجه تانية لكن على كل حال هي ده بيبقى انفلاميشن حوالين او بين الجروف جروف بنكرياتايتس جروف ايوه انفلاميشن اي ديفايند ما بين البنكرياتيك هيد والديودينم في الجروف ده اسمه جروف بنكرياتايتس عارف عمرو بيجيبوا الصوره بتاعه الام ار سي بتاع تابلنج مش اوبستراكشن فعشان كده تقول انها ده جروف النوع بتاع الايه ام ار سي ان هو كومن باي دكتور لو دي ادينو بس هو انت حط هتعمل انترا هيباتيك مش عارف ايه اما هو بيجيبوها دي وتامرنج كده اسمه ستابرنج ستريكشر يعني ستريكشر بس من غير تقصد من غير انترا هيباتيك على كل حال هي جروف ساعات تعمل انترا هيباتيك برضه لكن نادره لكن على كل حال دكتور بس احنا مش فاهمه ما بينها وبين الناس هي الصوره مش حلوه لكن هنا بتبقى هي جنب الهيد والبنكرياس مش طالعه من يعني في لاين في كده بالظبط هي في الجروف اللي ما بين البنكرياتيك هيد والديودينم للروزنج لا دي بس دي سيروس دي كالسيفايد سكار فايبر لاميلر في الليفر كده دي الميوسينس دي بقى انترا بابيلا انترا ايوه اي بي ام ان دي سايد برانش تايب سايد برانش تايب اي بي ام ان دي حاله حلوه بقى نيفروكالسينوزس ومعاها استنى الله عليك من الله عليك من تايب 1 جدع يا استاذ جدع اشمعنى بقى عشان نيفروكالسينوزس بايلاترال نيفروكالسينوزس ميدالاري نيفروكالسينوزس وبيتيوتري وبانكرياتيك ناس يبقى ايه من تايب 1 من تايب 1 بيسبول مين بيسبول لا ما حدش دور هنا خالص فاتي ريبليسمنت اوف ذا بنكرياس سيستيك فايبروز سيستيك فايبروز الديفرنشال بتاعه ايه يا رشا رشا عين فاصل رشا فاضل خلاص ايه الموضوع طيب انت قول مالكش دعوه برشا قول انت ايه لا كرونيك بنكرياتايتس ماشي كرونيك بنكرياتايتس لا كرونيك بنكرياتايتس هيبقى في بين ايه لكن هنا ده بالعكس هنا سودو هايبرتروفي هنا سودو هايبرتروفي حاجه اسمها باخماند دايموند سيندروم باخماند دايموند قلت مره ما قلتليش هو ايه الفكره دايموند بتاع السيستيك فايبروزس الموست كومن تايب للسودو سودو بنكرياتيك هايبرتروفي وفاتي ريبليسمنت هو سيستيك فايبروزس السكند هو الاشباخمان دايموند بيبقى الاشباخمان دايموند ده بيبقى معاه شورت ستيتشر ابنورمال شيب ريبس يعني جروس ريتارديشن شويه ايه دي؟ دي اشباخمان دايموند دي حاجه اسمها جول بلادر فاريكوسيل او فاريكوز فاريكوز اوف ذا فاريكوز اوف ذا مش فاريكوز فاريكوزز اوف ذا جول بلادر خلاص اظن كده خلصت اخر حاجه لسه في ايه مش انا طولت قوي للدرجه ايه ده؟ ده مين اسمه
مين فيسل؟ في ابنورمال ايوه ده اللي هو جنب الجاستريك فيسل كيرفيتشر وكوشنج انترنال هيرنيا. دي انترنال هيرنيا؟ لا ده نوع من الانترنال هيرنيا اسمه فورمن اوف وينسلو هيرنيا. لا المهم انترنال هيرنيا كلاستر كلاستر اوف سمول باول ان ابنورمال بوزيشن از انترنال هيرنيا. الكلاستر ده اكتر مكان ليه الليفت باراديودينال هيرنيا. هيرنيا ده الموست كومن انترنال هيرنيا. بيبقى ورا بس مش دي فورم بيبقى ورا الاستومك و مش فاكر هو بيبقى زي الترانسفيرس كله تقريبا لقدام. كلاستر اوف سمول باول ان ابنورمال لوكيشن. هو المفروض الحته دي ده فيها سمول باول. الحته دي ما فيهاش سمول باول خالص. بيبقى الاستومك نازله هنا ما فيش سمول باول. ففي هنا سمول باول طبعا. ما ينفعش تيجي منين؟ حد يدينا الفلوس. نعم؟ ما ينفعش تفتكر حد يجيب الفلوس. ولو جه هيجي منها طيب ده واحد عامل عملية. شال حتة من الاستومك وعمل ريسيشن اسموز اسمها بيل روث 1. بيل روث 1 ما عادش حد بيعملها قوي دلوقتي. لكن في هنا جوه الاستومك ايه بقى؟ بيزور عشان بشرب ازاي بيزور ده؟ بيزور بيزور يعني حتى بيزور 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 ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ بيزور ده فور يا اخوانا خلونا نخلص. بيزور ده عباره عن ايه؟ اندر جيستيف ماتيريال. بيحصل اكتر حاجه في البوست اوبراتيف زي العين دي كان فيها بيزور لما شيل يعني بيزور اللي هي كانت ستورم كبير كده. هكلم لك محسن بيه في الموضوع. ايوه والله ما اثرت في حقوق الزوج.